أطقم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد، كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الثور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الذهب، وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كان شاذ ومفتعل. التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان، ما بقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي. أهلا بكم. اللقطة بتاعت المفاجأة إن أنا أشوف سنان مش حلوة تمحي كل الجمال حتى لو كان موجود جمال. الأسنان شيء غريب جدا في وش الإنسان. القادرة الوحيدة التي تستطيع أن تذهب أي ملامح جمال أخرى. في ناس من غير شعر ويبدو في منتهى الوسامة، في بنات شعرها قصير ومش حلو وخشن بس جمال جدا وتحب تبصلهم ولا مقصر فيك إن هم شعرهم شبه شعر الرجالة، حتى في ناس بتقص شعرها لدرجة إنه بقى زي شعري كده مش بالظبط يعني بس عادي انت مبسوط وانت شايف. في راجل ممكن تلاقيه مثلا بدقن، واحد تاني من غير دقن، واحد اسمر واحد ابيض، بنت سمراء جميله، بنت بيضة قوي جميله او متوسطه البياض قمحويه، كل الجمال في كل حاجه في كل حاجه الا السنان. لو وحشة تبوظ لك الشكل كله. الجوازة باظت بسبب السنان. دي خطوبة راح انبهر والموسيقى وبتاع وفجأة الموسيقى انقلبت لمرشات حزانية حزن بسبب السنان. فالسنان روح ظبط سنانك الأول هتلاقي وشك ملا، وساعتها نقيس صح نشتغل صح. لكن في ناس بتبقى ماشية من غير سنان موجودة، سنتين تلاتة رايحين من الشمال وسنتين تلاتة رايحين من اليمين، وبيبتسم ابتسامة يدوبك عشان ما يبينش اللي مفقود، ويقول لك لا أصل الزراعة بتطول ومش عارف ايه. تعالوا نفهم النهاردة ليه السنان تاخد هذا الشكل الهام جدا في الشكل الجمالي لأي إنسان. النهاردة حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الحقيقة بيسعدني جدا بأسلوبه الراقي وبشرحه التفصيلي وبالنقط اللي أنا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بإن أنا أسمع منه كل التفاصيل العلمية والإنسانية والتفاصيل الكواليس بتاعة القصة، ليه ده بيتم وليه ده بيتم. حديث مختلف تماما تسمعوه النهاردة مع واحد من نجوم عالم الأسنان، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور كريم مدحت استشاري تجميل وزراعة الأسنان الاسم المتميز لغاية. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. شوف الجوازه باصت بسبب السنان وانا عارف ان في ناس كتير بتجيلك قبل الجواز. ده حقيقي مش كده؟ قبل الخطوبه بقى ده ولا قبل الجواز؟ قبل لا قبل الجواز دايما، قبل التدبيسه الكبيره. قبل التدبيسه الكبيره. الخطوبه ممكن، الجواز لا. مشكله السنان معانا ان هي جايه في الكادر اللي العين بتقع عليه اول ما بقابل شخص. اول ما بقابل شخص بحاول ان انا دايما اركز في وشه للاسف على طول، ما هو بيتكلم خصوصا كمان مع شغلتنا كدكاتره سنان اول حاجه عينك بتقع عليها الاسنان. لو يعني لو اسنانه حلوه مرصوصه لونها كويس او حتى مش عامل فيها تجميل بس هو محافظ عليها او مهتم بيها بتلاقي نفسك مرتاح في الكلام معاه. لكن لو لقيت ان المنظر مش لطيف، مفيش اهتمام، في مشاكل كتيره، اسنان متكسره، ساعتها بتبدا تاخد موقف شويه او تبدا ان انت يعني تبقى مستاء شويه من الموضوع ده وتبدا تنصحه انه يتوجه كمان انه يعمل الكلام ده. ده بالنسبه للشكل. بالنسبه لوظيفتها بقى فالسنان معروفه هي اول مرحله من مراحل الهضم. معروف بالظبط. جبنا الولاد في الكيجي 2 ده ولا الثالثه ابتدائي يعني بالظبط هيقولوا الكلام كله طبعا. لكن ليه ناس بتبقى عندها فقد في اسنانها وسايباها؟ يعني وسؤال العلم يعني امتى نلجا للزراعه؟ في ناس بتتلخبط مثلا السنان مش موجوده، نص السنه مش موجوده، بيفكر يزرع ولا ما يزرعش وهو الى اخره.
والله يا دكتور أيمن عشان نقرر إحنا هنزرع أو مش هنزرع أو إيه الإجراء المناسب، مش المريض اللي بيحدد ده، مش هو اللي بيجي يقول لحضرتك أنا عايز أزرع أو مش عايز أزرع، هو بيجي بيتوجه لدكتور شاف حالاته وعارف إن هو دكتور متمكن من القصة ديت، عنده كافة التخصصات، لأن إحنا دلوقتي بنتجه في الأسنان للتخصص، الوان منشو ده ما خلاص ما عادش موجود، إن كل واحد بيعمل حتة صغيرة في المجال ده في مجال طب الأسنان ولكن بيعملها على أكمل وجه. في النهاية المستفيد من الموضوع ده هو الحالة نفسها أو المريض نفسه، لأنه بياخد كل خطوة من الخطوات اللي بنعملها دي أو كل حاجة في التخصص ده بنسبة 100%. قصة الزراعة دي بنلجأ لها إمتى؟ بنلجأ لها في حالة فقد جزئي أو كلي للسنان. الفقد الجزئي ممكن بيبقى سنة، ممكن يبقى اتنين، ممكن يبقى نص فك كامل، وده الحل الأمثل لتعويضه أو الحل رقم واحد على مستوى العالم، بيبقى دايما ان احنا نلجأ للزراعة، خصوصا لو حالة الأنسجة والأسنان اللي حواليها كويسة، فمنضطرش ان او منحتاجش ان احنا نبرد او نعمل تركيبات في الحالة ديت. مثلا عندنا حالة زي دي، الحالة ديت عندها كانت عاملة تركيبات في المجموعة الأمامية من الأسنان، تمام، كان فقودة بس سنتين قدام، كان قدامنا حل ان احنا نعمل تركيبة ثابتة على مجموعة الأسنان اللي موجودة ديت او نعمل زراعة في المجموعة اللي قدام دي أو في مجموعة الأسنان الأمامية اللي إحنا بنسميها الإثاتيك ريجن، المنطقة الجمالية، لأن دي اللي بتبان في الكلام، في الضحك، في الكلام ده، دايما بنفضل الزراعة بالذات في الجزء ده عشان خاطر نعمل أسنان منفصلة في الحتة دي، ما تبقاش تركيبة كاملة، ده بيدي منظر طبيعي أكتر، منظر جمالي أكتر. في حالات تانية للزراعة بنلجأ لها برضو، وده طبعا النتيجة بعد ما ركبنا التركيبات بتاعتنا، أسنان ناتشرال جدا، باينة طبعا إن هي يعني فيها تجميل بس بشكل جميل. تمام. في حالة تانية بنلجأ لها للزراعة زي الفقد الكلي للأسنان، إن إحنا نتيجة إهمال، مفيش غسيل أسنان، مفيش استخدام للخيط على الأقل مرة واحدة في اليوم، نتيجته تسوسات، تراكمات جيرية على الأسنان، التهابات في اللثة لفترات طويلة، ده بيؤدي لفقد للأسنان دي أو لخلخة فيها، وعلى حسب الحالة لحقت نفسها ولا ما لحقتش بنشوف هل الأسنان دي نتعامل ولا لا. زي ما قلنا الزراعة هو الحل رقم واحد، لأن حتى نسبة نجاح الزراعة دلوقتي وصلت ل95%، اللي هي يعتبر في تخصصات الأسنان كلها، طب الأسنان كلها، أعلى نسبة نجاح، حتى أعلى يمكن من الحشوة العادية كمان، نسبة 95%. فالزراعة طبعا هي الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة سواء فقد جزئي أو فقد كلي. إيه المخاطر اللي تحصل لما أسيب سنان مفقودة الفترة؟ إيه اللي يحصل في وشي في سنيني؟ بص، هو خلينا نبقى متفقين ان الوش ده او الشكل اللي احنا بناخده ده هو عبارة عن الجلد او العضلات بتاعة الوش اللي بتدينا الشكل ده، هي مشدودة على الشاسيه. الشاسيه اللي هو ايه؟ اللي هو عظم الفك نفسه او عظم الجمجمة والفك السفلي، ولان طبعا العظم الفك العلوي ده مرتبط بالجمجمة والاسنان. طب في حالة فقد الأسنان خصوصا الأسنان الأمامية والخلفية زي ما احنا شايفين في الفيديو ده كده، بيحصل شوية تبعيات لعملية الفقد. أول حاجة المكان الفاضي ده، ربنا خلق لنا سناننا في حالة ثبات أو سكون، سببها إيه؟ التلامس المستمر ما بين الفكين وبعضهم، ووجود الأسنان في تلامس مستمر بالنسبة للأسنان اللي جنب بعضها. زي ما شايفين في الفيديو في حالة فقد السنة بيبدأ إن الأسنان اللي قبلها واللي بعدها الدروس تبدأ تقفل المسافة دي، فيصبح تعويضها أصعب، الدرس اللي فوق يبدأ إن هو يطول وينزل ليقفل المكان الفاضي دوت، النتيجة إن عضة غير مظبوطة إطلاقاً، إن إحنا بنقفل بعضة أو باتجاه معين، الموضوع ده اختلف، ده بيأثر على إيه؟ بيعمل لنا مشاكل أكبر من كده برة السنان. أولاً مش هنتكلم عن الشكل، هنتكلم عن الوظيفة، بيبدأ يحصل مشاكل في مفصل الفك نفسه على حسب حجم الضرر أو حجم الإهمال اللي وصلنا له بعد ما حصل فقد للأسنان، هل سيبناه فترة طويلة ولا لا؟ كل ما نسيبه فترة طويلة أكيد ده بيسبب ضرر لمفصل الفك، وده علاجه بيبقى صعب شوية وممكن يوصل لعملية جراحية وجلسات تأهيلية وحاجات زي كده، فيفضل طبعاً إن احنا ما وصلش لده ونسارع بتعويض الأسنان المفقودة، أو نلاقي حل في حالة إن احنا لقينا خلاص سنة هتوصل لمرحلة كريتيكال إن هي هتفقد خلاص، اتجه لدكتور الأسنان، ممكن يبقى في حل. في بعض الأحيان ما بنوصلش لمرحلة خلع وزراعة والكلام ده كله، ممكن يبقى في سنة والحالة نفسها معتقدة أن هي ملهاش حل، لكن بكل بساطة بيتعمل لها حشو عصب وبيتركب لها دعامات وبتتبني بشكل مظبوط وبيتعمل لها كراون أو طربوش معين وبتكمل معاه. فدايما بنأكد على الفولو أب والاهتمام بالأسنان. السنة عندنا في طب الأسنان زيها زي الدراع بالظبط، هل حضرتك لو دراع حضرتك تعبك بنقطعه على طول؟ اكيد لا، ما بنروحش نقطع، صح، بنحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما نوصل للحل المناسب. السنان كده بالظبط نقعد نظبط فيها. انتوا عندكم صبر مع السن لغايه لما تجيب اخرها؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا. سؤالين بقى لازقين في بعض، التحضيرات والبروسيدر نفسها، عمليه الزراعه، ايه الاهم النقاط في التحضير وايه
يعني اللي بنقول عليه الشكل المبسط لفكرة الزراعة. نتكلم عن التحضير الأول. أنا بشوف أن تشخيص الحالة هو تقريبا 70% أو أكتر كمان من علاجها. شخصت الحالة مظبوط فأنت هتوصل لعلاج مظبوط. شخصت العلاج طبعا احنا اهم حاجه دخلت عندنا من الطفرات اللي حصلت في طب الاسنان وفرقت معانا جدا اللي هي تقريبا بقت عينينا وايدينا ورجلنا في طب الاسنان الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه هي ادق اداه لتشخيص في طب الاسنان دلوقتي. ليه؟ الاشعه المقطعيه بكل بساطه بتخليني الفك ده او حضم او الاسنان والانسجه المحيطه ليه انا بمسكها في ايدي وبقدر ان انا اتلاعب بيها اشوف ابعاد الفك سواء ارتفاعه سمكته نوعية العظم حتى وكثافته اتجاه الزرعات اللي انا عايز احطها علاقتها بالفيتال ستراكشرز اللي حواليها اللي هي اعصاب او جيوب انفية اقدر اتلاشاها او اعمل تريكس او حيل معينة ان انا اتفادى الضرر في الحاجات ديت. فطبعا الاشعة المقطعية دي اول خطوة هي اللي بحدد بيها كل حاجة. ضفنا عليها كمان ان دلوقتي الديجيتال او الكمبيوتر دخل معانا جدا في قصه طب الاسنان لدرجه ان احنا بقى نلعبها دلوقتي بالشقلوب. بالعكس احنا ممكن نتخيل شكل التركيبه او السنه اللي هتتركب شكلها عامل ازاي قبل ما ازرع عشان اقدر احدد هل المكان ده او الوضعيه دي او الاتجاه ده في الزرعه مناسب هيساعدني في التركيبه. لان الفكره مش في ان احنا نعمل زرعه وخلاص, الفكره ان احنا نعمل زرعه نقدر نركب عليها سنه شكلها كويس وفانكشنينج وظيفتها كويسه. فده بالنسبة للتحضير بتاعها, بنقدر نعرف أبعاد العظم عامل إزاي اتجاهه كثافته هنحط زرعات فين, هل الأماكن اللي أنا أحط فيها الزرعات دي هتساعدني قدام إن أنا أعمل تركيبة مش أعمل زرعات ما أقدرش إن أنا أركب عليها. كل التحضيرات دي موجودة. قبل ده كله طبعا لازم أبقى عارف الحالة الطبية للمريض بتاعي. لحسن الحظ دلوقتي بالنسبة لقصة الحالة الطبية أو الحالة الصحية للمريض مفيش تقريبا موانع للزراعة دلوقتي مع التطور الجامد في الزرعات ومعالجة السطح بتاعتها. فيمكن تقريبا زي ما قلنا يمكن حاله او حالتين هم اللي بيبقى ليهم بس كونستراكشن, يعني بيبقى ليهم مضايقين علينا شويه شغل الزراعه, ولكن زي مثلا الحد اللي واخد ريسنت راديوثيرابي يعني اشعاع حديث وده برضو ليه حلول وبيبقى السبب مش ان هو موانع زراعه. الاشعاع ده مثلا او الناس اللي بتاخد ادويه لعلاج هشاشه عظم ده بيأثر على الدوره الدمويه اللي في العظم ده فبيقلل الجوده بتاعه العظم ده او التغذيه بتاعته. فبكل بساطه بنقدر نعالج الموضوع ده باللي هو ان احنا بنعرض العيان ده لجلسات من الاكسجين مثلا بنظبط فيها حيويه العظم ده, فبنقدر حتى بعد فتره صغيره جدا من الجلسات اللي كان بياخدها انه يعملها. عدا ذلك مريض سكر لا بنقدر نزرع له وبتقعد معاه الزرعات طول ما هو محافظ على مستوى السكر في الدم. معظم الحالات المرضية التانية ما بقتش عائق بالنسبة لنا. فده كل دي تحضيرات, بعرف الحالة الطبية للمريض بتاعي أو للحالة اللي أنا هقوم بالزراعة عليها, بشخصها كويس جدا, بعرف أنا هعمل إيه بالأشعة المقطعية وبي الكمبيوتر أو سوفت ويرز كده معينة داخلة في الكمبيوتر دلوقتي بتعرفني إزاي هركب على السنان ديت. نيجي بعدها البروسيجر نفسها على حسب إحنا هنزرع إيه بالظبط وعلى حسب هنعمل إيه. قلنا من الاشعه المقطعيه ان احنا بنعرف حاله العظم, هنفترض حاله العظم عندنا كويسه جدا, عندي ابعاد كويسه ارتفاع كويس, عندي سماكه كويسه, عندي كثافه محترمه اقدر اشتغل عليها على طول, ما بلجاش للجراحه زي زمان, ممكن فتح صغير بالليزر او حتى بانش تكنيك ان احنا بنعمل بانش حاجه كده فتحه صغيره مكان الزرعه مكان ما بنقدر نجهز او نحضر في العظم عشان يستقبل الزرعيه ديت زي ما احنا شايفين في الفيديو ده. دكتور ايمن ده كمبيوتر جايدد, يعني ايه حاجه كمبيوتر جايدد؟ يعني احنا بنعمل الجهاز الشفاف ده عن طريق الكمبيوتر زي ما قلت لحضرتك والاشعه المقطعيه سوفت وير معين بيقدر يخرط لنا حاجه زي كده بنحدد فيها مكان الزراعيه والاتجاه بجهاز الليزر زي ما حضرتك شايف كده وباقل بنج ممكن بنعمل فتحه صغيره نحضر من خلالها مكان الزراعيه ديت او بنحضر مكانها العظم عشان يقدر يستقبل الزراعيه اللي احنا هنحطها دي. بعد كده بنربط الزراعيه دي في مكانها زي ما احنا شايفين كده, بنحط الزراعيه في مكانها وبننتظر التئام العظم عليها. بعد ما الدكتور بيخلص المرحله دي في الكلينيك عنده خلاص هو كده دوره انتهى في الفتره ديت. كل اللي باقي لنا بعد كده شويه انستراكشنز تعليمات الحاله بتاعتنا بتاخدها, مضمضات انه يحافظ على حاجات معينه ويحافظ على المكان ده دايما معقم ومطهر زي ما حضرتك شايف الزراعيه بتتحط. كل الكلام ده بيخلص في قد ايه؟ مش اكتر من 10 دقائق فعليا, مش اكتر من 10 دقائق. طب في ناس بتقول لك لا هي ما بتاخدش 10 دقائق, ما هو ربنا خلق لنا صوابع الايد الواحده مختلفه عشان يعلمنا الاختلاف. الاختلاف ده بيطبق في كل حاجه من حاله للتانيه. دي حاله عندنا سامبل, عندنا حاله العظم فيها كويسه قدرنا عن طريق الاشعه المقطعيه وعن سوفت ويرز معينه نعمل الكمبيوتر جايد دوت ونقدر ان احنا نشتغل بيه
يسهل لنا الموضوع بفتحة صغيرة خالص. طب لو عندنا زرعة واحدة برضو أو أكتر من زرعة، خلينا نتكلم عن زرعة واحدة، ولكن عندنا نسب تأكل عظم جامدة جدا، هل هينفع معانا القصة ديت؟ لا، لأن احنا عندنا نفسه النسيج نفسه اللي هو العظم اللي بنحضره عشان نحط فيه الزراعية هو مش كافي إنه يستقبل الزراعية دي. ساعتها دكتور أيمن بنضطر إن احنا نلجأ لجراحة صغيرة اللي احنا بنسميها ماينور سيرجي، جراحة مصغرة جدا، فتحة صغيرة برضو كده بنضيف فيها شوية العظم الصناعي، وبنضطر نلجأ لها لو في حالة زراعة عظم، غير كده ما بنلجأ لهاش. إذن كل حسب السيتويشن، أكيد طبعا حسب وضعيتك. أكيد طبعا. دايما السؤال اللي الناس بتسأله، طب هركب إمتى النهائي؟ هعمل بقى اللود اللودنج يعني. موضوع التطور السريع في الزراعات والتكنولوجي في الزراعات وفي معالجة السطح بتاعتها، بتتعالج بأشعة جاما، بيتعمل لها ساند بلاستنج عشان نزود السطح بتاع الزرعة اللي بيتعرض للعظم فيحصل التئام أسرع، ده سهل علينا الموضوع ده. بس السؤال المهم، بيجي لنا حالات كتير جدا أول ما بيدخل أنا عايز أزرع وأمشي بسنان دلوقتي. تمام، هتمشي بسنان دلوقتي. ما هو هتمشي بسنان دلوقتي، بس هل الكلام ده بيطبق على كل او من حق الحاله تقعد قدامي ويطلبه؟ من حقه، بس لو عملنا له اشعه مقطعيه اتاكدنا ان حاله العظم عنده كويسه، عرفنا الميديكال هيستوري بتاع تاريخ المرضي بتاعه، ولقينا ان هو حالته الطبيه ما فيهاش اي مشاكل، يعني مثلا مريض السكر بنزرع له. بس هل على طول؟ لا، لازم نظبط مستوى او معدل سكر التراكمي في الدم بتاعه لحد رقم معين عشان نقدر نتعامل معاه في موضوع الزراعه. ظبطنا الكلام ده كله، نشوف حاله العظم نفسها وكميته وكثافته، كثافة عظم معينة وكمية معينة هي اللي بتديني القرار وانا قاعد قدام الحالة وشايف الأشعة المقطعية ان انا اقدر فعلا احط زرعات في ساعتها واعمل عليها على طول تركيبة في ساعتها. طب في حالات تانية بتزرع وبتستنى شوية؟ ليه؟ لان بكل بساطة زي ما قلنا الاختلاف، ربنا علمنا ده، عندنا حالة عظم كثافة ضعيفة او اسنان كانت موجودة او بواقي اسنان، بلاش نقول اسنان، عاملة خراريج على مدار سنين، الخراريج دي قلبت باكياس دهنيه عملت تاكل في العظم من جوه في الفك نفسه من جوه، بالاضافه اهمال رهيب، مفيش غسيل اسنان، مفيش استعمال لخيط الاسنان ولو حتى مره واحده في اليوم. نتيجه الكلام ده كله ايه؟ تراكم بواقي الاكل على اسنان، طبقه البلاك اللي هي بيتكون عليها الكالسيوم، بيتجمع عليها الكالسيوم اللي موجود في اللعاب بتاعنا، ويكون طبقه جيريه قويه اللي هي بتبدا اللسه. لو احنا دلوقتي في نار ولعه وايد حضرتك قريبه منها، فعل لا ارادي لا إرادي بدون أدنى تفكير بتعمل إيه؟ بتبعد إيدك على طول مباشرة، ده ربنا خلقنا كده. نفس القصة بتتطبق على اللثة، اتكونت الطبقة الجيرية دي اللي هي كوكتيل من بكتيريا وبواقي أكل بتعمل التهاب ومتراكمة في في الكونكشن ما بين الأسنان واللثة عند الحتة ديت. طبيعي اللثة هتعمل إيه؟ هترسيشن على طول، هتنحسر على طول، هيبدأ يحصل انحسار وتبعد عن الأذى اللي هي بيحصل لها ده بسبب البكتيريا وبسبب بواقي الأكل ده. طب هل انحسار اللثة ده أو اللثة لما تكش هل ده عادي؟ أكيد ليه تبعيات، في علاقة ما بين العظم واللثة اللي فوقيه، لازم اللثة تبقى مغطية العظم بنسبة معينة على الأقل 5 ملي 4 أو 5 ملي لازم. فلما بيحصل انحسار للثة دي العلاقة دي بتتأثر، أكيد بيقل المسافة دي، فكنتيجة عكسية ليها بيحصل إيه؟ إن العظم نفسه بيتأثر وبيبدأ يحصل إن هو يكش. فطبعا نتيجة الإهمال ده كله ممكن نخسر السن دي كلها. طبعا كله بيكش، اللثة تكش، العظم يكش، كل دي تبعيات لبعضها. طب هل لما العظم كش أو تآكل هل وقفنا عند كده؟ لا، ده في مراحل من التآكل دي اللي بينتج عنها مراحل من اللخلخة، سواء درجة أولى أو درجة تانية أو درجة تالتة. درجة أولى درجة تانية بنقدر نتعامل معها، درجة تالتة فقدنا القدرة على التعامل معها لأن السنة ساعتها بتبقى فيري لوس، سايبة جدا، فهل نقدر نثبتها في مكانها؟ لا. بكل بساطه هتلاقي منظر الاشعه الجدر عامل كده، والمفروض بدل ما العظم مغطيه كله لا مغطي مثلا يمكن تلته او ربعه في الاخر خالص، فده هنجيب له عظم منين عشان نبنيه فوق السنه دي كلها؟ مستحيل. ساعتها الاجراء اللي بنلجأ له ان احنا بنخلع السنه دي ونعوض المكان العظم المفقود ده بعظم صناعي، ونستنى ان هو يلتئم وبعدين نحط اجراء الزراعه بتاعنا. فزي ما قلنا كده احنا الاختلاف على حسب الحاله، من حاله للتانيه بنقدر ان احنا نشخص هل نقدر نحط الزرعه ونحط عليها الاسنان في ساعتها، ولا نحط الزرعه ونستنى من شهرين لثلاثه، ولا مش هنقدر نزرع دلوقتي وهنحتاج ان احنا نرمم العظم ده او ناهله الاول عشان يستقبل الزرعات ويحصل التئام بين العظم الصناعي ده العظم الطبيعي، بعد كده ننتقل لمرحله الزراعه ثم مرحله التركيبات. يعني مده الحاله معانا بتتحدد على حسب الاشعه المقطعيه بتقول لنا ايه، هل الحاله دي تنفع دلوقتي فعلا ان احنا نحط فيها الزراعيه ونركب على الاسنان، ولا هنحتاج نقوم بخطوات قبلها. واللي بيأثر على الكلام ده على فكره يا دكتور ايمن مش بمزاجنا احنا، ما هو
العربيه لو فيها عطل صغير جدا، صوت انا بسمع صوت بس انا بدور العربيه وبشغل التكييف فالعربيه تمام والتكييف شغال في الحر اللي احنا فيه ده فانا تمام مبسوط. طب هل الصوت ده طبيعي؟ هل هي العربيه دي اتصنعت كده فيها صوت او فيها حاجه غريبه؟ لا اكيد. طب لو سيبناها شويه اللي بيحصل اكيد العطل ده هيتفاقم اكتر وهيبقى اصعب شويه، فاصبح عندنا مشكله بدل ما هي مشكله صغيره هتتحل في 5 دقائق وبتتكلف حاجه بسيطه، لا هي دلوقتي المشكله اكبر هتاخد خطوات اكتر وهتحتاج حاجات اكتر تتعمل. وقيس على حضرتك على كده كل ما نتاخر شويه في التعامل مع المشكله ديت. هل في حالات لا تتقبل الزراعه؟ احنا قلنا من شويه ان مش مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي. لان هي قصه الزراعه دي دلوقتي هي تقريبا انجح برانش او انجح خط في مجالات او في تخصصات طب الاسنان دلوقتي، نسبه النجاح فيه بتوصل لحد 95% اللي هي اكتر من الحشوة العادية. أنا بشوف أن قصة الزراعة كمان اللي سهل فيها الأجهزة والتكنولوجيا الجديدة اللي حصلت خلت الموضوع أسهل والإجراء نفسه بقى أسهل، بس برضو ده ما يلغيش دور الدكتور. أنا بشوف أن قصة الزراعة أو الجراحة عموما محتاجة صنعة معينة. حالات كتير شفتها، أكيد اللي اشتغل 100 زراعية غير اللي اشتغل 1000 زراعية غير اللي اشتغل 10,000 زراعة غير اللي اشتغل 20,000 زراعة. أهم من الزراعة مش أن حضرتك تحط الزرعة، هي في الاول وفي الاخر جراحه مصغره وارد يحصل فيها كومبليكيشن. الاهم من ان حضرتك تحط الزرعه انك تبقى عارف هتتعامل ازاي مع اي كومبليكيشن او اي اجراء طارئ هيحصل اثناء القصه دي. الميت بالكلام ده كله اضمن لحضرتك زراعه ناجحه بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله. الزراعه فك بالكامل دي قضيه مهمه جدا، لانه معنى ان انا وصلت لمرحله ان انا فاقد السنان كلها واحتاج زراعه فك بالكامل، ده معناها عناوين الاتي. اولا اكيد انا عندي حاله مرضيه وصلتني كده او سن وصلني لكده، في الحالتين اكيد الغالب هتلاقي العض مش قد كده مليون في المية. طبعا علينا اللي انت شرحته لنا دلوقتي ان احنا اكيد مرينا في كل حته بسنه اتفادت ولسه تراجعت وعظم انكمش واللي انت قلته كلام الحلو قوي ده. فانا عندي الحلقات الدراميه اذا كان التوصيف صح تمام اتكررت اكتر من مره، صح؟ اللي هي الحلقه الدراميه اللي فيها ايه؟ صح. اللي فيها الـ 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 الاغنيه هي السنه اتلخلخت، اللثه التهبت، الكالسيوم بتاع تراجعت، العظم كش، الكل اتوقع، الدنيا راح وغيرها، صح؟ تكرر كل احداث الدراما اكيد حصلت ويمكن اكتر من مره كمان. هذه الحلقه الدراميه تكررت اكتر من مره لغايه لما بقت القصه صحراء جرداء لا زرع بها سمك ولا لا سنه فيها ولا نام ولا نام، صح؟ احنا بقينا وده كتير اكيد هتجيلك تقول لك انا عايز ازرع فك بالكامل. ايه يعني ايه زراعه فك بالكامل؟ زراعه فك بالكامل ده ان احنا جالنا حاله فاقده للاسنان تماما. المشكله اللي بنواجهها في زراعه فك بالكامل سواء فك واحد او فكين نفس طرق التحضير بتاعت زرعة هي نفس طرق التحضير بتاعت فك بالكامل، بنختلف عنها في حتة معينة. لو بنزرع زرعة أو اتنين أو تلاتة، عندنا هنا حالة مثلا لزراعة فك بالكامل الفك اللي فوق بس بنحط فيه 6 زرعات، الست زرعات دول بنقدر نحمل عليهم 12 سنة أو درس، ممكن من 12 ل 14 كمان سنة أو درس. الحالة اللي زي كده بيواجهنا فيها مشكلة واحدة يا دكتور أيمن، مختلفة شوية عن زراعة سنة أو اتنين أو حتى نص فك. في حالة ان احنا نزرع سنة او اتنين او حتى نص فك، بيبقى عندنا العضة بتاعتنا او العلاقة ما بين الفك اللي فوق واللي تحت مربوطة بالاسنان اللي موجودة اوريدي، يعني في علاقة معينة محددة موجودة. في حالة زراعة الفك بالكامل سواء فك واحد او فكين بتبقى العلاقة دي مفقودة وبقى لها فترة، والكارثة في كده ان بتجيلك الحالة بتقول له عض، بتلاقيه مرة يعض لقدام، مرة يعض لورا، مرة يمين، مرة شمال، ودي الكارثة اللي بيقع فيها الدكاترة. العضة مش القصة ان احنا نعمل زراعات، عملنا زراعات ونجحت زي ما حضرتك هتعمل زرعه زي ما هتعمل 6 في الفك فخلاص نجحت ركبنا عليها، بس هل التركيبه اللي عملناها دي العضه بتاعتها مظبوطه؟ ده الشكل طبعا الاسنان بعد ما تركبت تمام. هل التركيبه ديت العضه بتاعتها مظبوطه؟ يعني في حاجه عندنا علاقه ما بين الفك اللي فوق وتحت اسمها الفي دي ار، الفيرتيكال دايمنشن، اللي هو المسافه الراسيه بتتحدد من اول المناخير من هنا لحد الدقن من هنا.
هل العلاقه دي مظبوطه او هل المسافه دي مظبوطه؟ لو قلت عن المسافه المظبوطه اولا هيبقى في تغير في الشكل، هتلاقي من عند البق من هنا البق مكرمش او مطبق زي ما بيقولوا. دي حاله تانية، زراعه فكين، الفكين مش موجودين فيهم الاسنان، بينطبق عليها نفس المشكله اللي اتكلمنا عليها، نفس التحضيرات بنحضرها، نفس الاستعدادات ونفس التاريخ الطبي لازم نبقى عارفينه، لكن الاجراء المهم هو قصه الفي دي ار او الفيرتيكال دايمنشن ده اللي هو الارتفاع الراسي. طب ده بنظبطه ازاي؟ زي ما قلنا في شويه اجهزه بنعملها. عذرا يا دكتور ايمن، انا بس بحب اخد صور للحالات بتاعتنا بعد ما بنركب لها الضحكه، او هتلاقي معظم الصور بعد التركيبات بتبقى دايما فيها الابتسامه دي، وبنحب ناخد الشوت دي لان دي بتبقى اول ابتسامه للحاله نفسها لما يشوف اول مره اسنان ليه بعد سنين من فقد الاسنان، وبيبقى حاسس بان وشه كمان مختلف. طبعا بيتغير تماما، بيتغير ده انا ببتسم، ملامحه نفسها بتختلف، خدوده والشفه بتختلف تماما، كل الكلام ده. نرجع لموضوعنا اللي هي العلاقه الراسيه ديت. احنا بنزرع، بس زي ما حضرتك قلت من شويه، كان حصل قبل ما فقدنا الاسنان وقبل ما نزرع فقد في العظم كش، فبالتالي الارتفاع دوت ما بقاش مظبوط، يعني الحته دي ما بقتش عباره عن سنان بس، ده لسه في بعض الحالات لثه ممكن نعوضها. طب هل بنعوضها ازاي اللثه ديت؟ اولا في جهاز معين بنقدر نستخدمه، هما في جهازين بنستخدمه في الحاله دي، جهاز اسمه الفيسبو، هو جهاز المريض نفسه بيلبسه على وشه، بنقدر نحدد بيه المسافه دي مظبوط والعضه بتاعته مظبوطه. بعد كده بننقل القرايه اللي بناخدها من الجهاز ده لجهاز تاني اسمه الارتكليتور اللي هو بيحاكي مفصل الفك. كل ده ليه؟ عشان نوصل لعضه مظبوطه. العضه المظبوطه دي ناخد بيها ايه؟ دي مثلا حاله عندنا زي ما حضرتك شايف، كان في فوق في الجنب الشمال ثلاث دروس او ثلاث اسنان، ناحيه دي سنه، تحت سنتين، فطبعا فقد للعضه بتاعته. تيجي تقول له عض، هو ما عندوش اي اسنان تجايد العض، حتى الاسنان الطبيعيه اللي باقيه موجوده ما فيش في مقابلها حاجه. في حاله زي كده زرعنا تمام، والاسنان الطبيعيه اللي حالتها كويسه احتفظنا بيها، ولكن ما زالت المشكله القائمه بتاعتنا هي العضه بتاعته. طب العضه دي لو اتعملت التركيبه بتاعتنا ومش مظبوطه، نتيجتها هتبقى ايه؟ شهر، اتنين، تلاتة، سنه، اتنين، تلاتة، هيجي لنا بمشكله ثانيه خالص. هو كان الاول جاي بيشتكي من الشكل ومن الوظيفه ان هو مش عارف يمضغ، مش عارف ياكل، دلوقتي هيجي يشتكي ان هو برده مش عارف يمضغ بس بسبب الام تانية في مفصل الفك. ليه؟ عشان العلاقه ما بين الفك اللي فوق وتحت مش مظبوطه. فده الاختلاف بس البسيط اللي احنا بنجيبه في زراعه فك كامل، ده اللي بيختلف عنه عن زراعه سنه او اتنين او حتى نص فك. التصوير له قيمه هنا كبيره. ايوه طبعا، تصوير يعني انت مهتم بيه، ده هو فرع دلوقتي طبعا طبعا، عندك حد بيصور بس؟ اكيد اكيد، ده فرع مهم، هو في ده دكتور كمان وبياخد كورسات ودراسات لحاجات زي كده عشان يقدر يصور او يطلع صور كويسه. التصوير ده الهدف منه مجموعه حاجات. اولا انا مقتنع بحاجه معينه، ان كل واحد ضحكته او الابتسامه بتاعته او شكل اسنانه دي البصمه بتاعته. هل ينفع يبقى في اتنين ليهم نفس البصمه؟ هو كل واحد سنانه او ضحكته بتتعمل على اساس شكله هو، هل راجل ولا ست؟ ده اول حاجه، جنسه راجل او ست؟ هل هو ابيض ولا بشرته أغمق شوية؟ ده بيتحكم في لون السنان. شكل وشه نفسه، هل هو مربع؟ هل هو دائري؟ هل هو بيضاوي؟ هل هو مثلث؟ كل ده بيأثر في تصميم الأسنان اللي احنا بنعملها. الصور هي اللي بتسجل الكلام ده كله وبتنقله في سوفت وير دلوقتي بيقبل الصور دي، يساعدني كمان في الديزاين ده وانا بعمله، ان هو يديني بروبوزل للشكل ده يبقى عامل ازاي، وبعد كده نبدأ احنا نعدل في الديزاين ده او في شكل الاسنان دي عشان نوصل للضحكه المثاليه اللي احنا عايزين نوصل لها. كمان احنا بنقول الاهتمام والمتابعه مع دكتور السنان. لما بتاخد صوره في كل مره بتزورني، انا ببقى عامل فولو اب، ببقى مسجل دلوقتي الحاله بتاعتنا لما عملناها وصلنا لكذا، طب بعد سنه كان شكلها عامل ازاي، طب بعد سنتين طب شكلها عامل ازاي، فبيبقى عندي فول داتا عن الحاله ديت، وعارفين مراحل تطور الحاله ديت من قبل ما نشتغل لحد بعد ما اشتغلنا، والفولو اب بتاعها كمان السنين اللي بعدها. فالتصوير طبعا مهم جدا 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 دلوقتي في طب الاسنان، طبعا ما اقدرش استغنى عنه. دائما دائما بتمتعني باسلوب راقي جدا، اسلوب منظم للغايه، اسلوب هادئ، وعارف اولنا ايه واخرنا ايه، الخطه اللي ماشيين عليها ايه، حتى الخطه العلاجيه باينه جدا في كل كلمة وكل نقلة من كلماتنا من جملنا في كل محطات الحوار. وده يمكن أهم كلمة دلوقتي في عالم طب الأسنان، كلمة الخطة العلاجية وفريق العلاج، فريق العلاج والخطة العلاجية أكيد. ضيف العزيز الواحد من سوبر ستارز هذا المجال، طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، الاسم المتميز في عالم الأسنان، كان في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في الدكتور. ابعد عن أبو العريف وخليكوا دايما مع المحترفين.
اهلا بكم. احنا بنضر كل حته في جسمنا ضرر كبير، رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا. تعالوا احكي لكم قصه مهمه جدا لتوماس هيرزوك، ده مدير اعمال النمساويه كيري كورنبرج. طبعا اسماء صعبه خالص. كيري كورنبرج دي لعبه قفز بالزانه، ودي عندها 21 سنه تعرضت لارتطام قوي جدا. اللي بتتخور هتتعور، وساعات يكون الثمن غالي، لكن العلم الحديث بيوفر الى حد ما فرص لاولئك الذين يصابون اصابات كبيره. البي ار بي، هذا العالم المثير، مع ضيفي العزيز. الحقيقه اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير، وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن 21. يعني إيه لقاءات القرن 21؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات. ضيف العزيز الاسم الكبير الأستاذ دكتور أيمن عنب. في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. ألم في ظهري ده انزلاق غضروف، وانزلاق غضروف يعني عملي. اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأن هدفع ثمنها غالي. 15 سنة باخد علاج مش بتاعي، دمروني بجد. ازاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ البي ار بي، هذا العالم المثير. لا، في أولويات، وأنا ما بفكر العين بفكر له في الأولويات دي. إني في شهر هخف وهرجع لطبيعتي، عمري ما كنت أتخيل كده. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحة مناظير العمود الفقري فرنسا. ضيف العزيز الاسم الكبير الأستاذ دكتور أيمن عنب، أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور، وحشني والله. وأنت كمان. الحقيقة النهاردة عنوان البي آر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه، صح كده؟ صح. وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن 21، العلاج للقرن القادم، القرن الحالي والمستقبل. لكن عايز أبدأ الأول، إيه رأيك في اللي احنا شفناه دلوقتي؟ طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده، احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره، احنا شوية لحم، عضلات، سهل الكسر، مفاصل كتيرة أو بتتحرك، سهل تتمزق، فأي إصابة بتنتج عنها كارثة. المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ رياضات الزحلقة على التلج، السكينج ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري. هقول للأسف اللي بيتكسر أو بيبوظ في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغاية دلوقتي. يمكن قدام الدنيا تختلف، إنما كل واحد يتجنب المشاكل. هم محترفين فده وظيفته الرئيسية، فقدامها عواقب وساعات بتحصل وساعات لا، في نسبة مخاطرة عالية يعني. فمش كل الناس كده، إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأن هدفع ثمنها غالي. اللي بيلعبوا بالبتاعات الكور الكبيرة دي ساعات التهور يعني بيخليك تقعد طول عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها. بسبب رياضة، بسبب يزار مع واحد. أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواق تاكسي بهدلني، ضرب فرملة فجأة وما خبطش في حاجه، بس طلع قدام فجاه رقبته اتمزقت وعايش بقاله سنه بيتعالج بيها بس عشان فرمله تاكسي. يعني فانت عندك مشكله ان سهل تتصاب، فخلي بالك. ده هيجرني للسؤال الاول. الالتهاب كلمه رخمه وصعبه، بس انا اول مره النهارده واحنا بنجهز الحلقه اعرف ان في انواع التهابيه وانواع الم في العضلات والفقرات والمفاصل. في انواع للالتهاب وللالم؟ ما هو الالام بتصاحب الالتهابات دايما، انما احنا في عندنا نوعين من الالتهاب، في التهاب ممكن يشفيك وفي التهاب ممكن يموتك. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك العربيه لما بتيجي تدورها لو البطاريه كويسه مره واحده بتدور، الموتور بيشتغل، بتمشي، صح؟ لو البطاريه ما بتديش الفولت المناسب تقعد تدور كذا مره لما تستهلك طاقه البطاريه. الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكله، فبيقعد يستنفذ طاقه الجسم لفتره طويله فبيدخل العيان في مشاكل تانية، فده التهاب ممكن يموتك. الالتهاب الحاد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاه. فعشان كده المرضى المزمنين
بيقول لك انا بقالي 10 سنين بلف على الدكاتره وما قصرتش. هو معاه حق، بس هو الجسم ما تصلحش. ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان يبدا مع التصليح. طبعا حضرتك عارف الاكشن بوتنشال وأول اور نان لو، في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدا الخلايا تخش، تبدا عمليه البناء تحصل. لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك، ودي حقيقه ثابته. الخشونه والام العضلات اذا طولت عن كذا شهر 3 لـ6 شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك. ازاي احنا نكسر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعه ونوصلك لمرحله البناء والتصليح؟ بحقن الصفائح الدمويه البلازما اللي هي اسمها البي ار بي، هنتكلم عنها بالتفصيل. هل بقى هل الحكايه دي يعني بتجيب نتائج ولا لا؟ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لا؟ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجه المفيده بتفضل والحاجه اللي مش مفيده بتختفي، صح؟ يعني انت اكيد سمعت عن كذا صيحه في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت، لان يعني في ايه هنبدا بيها بس، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فدي قانون كوني موجود. في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كميه ناس بتشتغل بالبي ار بي، دكاتره وجامعات دخلته ومستشفيات تبع مراكز كبيره منها الجيش دخلته وبدات تحقن بيه، وبدات النتائج تبقى هايله. بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفه بيقولوا احنا حقنا وتحسننا، او كذا دكتور بدا يحقن. الانتشار زاد، ده دليل على النجاح الحمد لله، واحنا عندنا كميه عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين. الاثار الجانبيه للمسكنات عنيفه، ما عندناش بدايل للاسف. فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه، دي حقيقه ما فيهاش تغيير. في ميجا ستارز وناس راس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالبي ار بي، جاريس بيل، نادال، النجوم الرياضيين. يعني جاريس بيل ده نموذج للعلاج بالبي ار بي، في اصاباته كانت ممكن تطول فترات طويله جدا طبعا. واثرها بالبي ار بي. صحيح، زي ما حضرتك بتقول برضو الاصابه في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه يتصلح. الاصابه بعد فتره طويله بتبقى مزمنه، بتتكون كذا بؤره الم، ما بتبقاش واحده بس. ودي برضو فكره العيان بالعمليه اللي عنده غضروف، اللي بقاله 5 سنين عنده غضروف زي اللي بقاله 6 شهور. لا طبعا، اللي بقاله 6 شهور ده هيشيله غضروف هيخف، اللي بقاله 5 سنين ده هيشيله غضروف هيخف 30%. مين اشهر اماكن الالم؟ اشهر اماكن الالم هي اماكن المفصلات، هي مناطق الحركه. ايه اشهر مناطق الحركه عندنا؟ الرقبه زي دي كده، ده مفصل الفك طبعا من على الشمال، وده من اسوأ مناطق الصداع عند المرضى، وبيفتكر دايما ان عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك. الرقبه مشكلتها كمان انها بتعمل دوخه وبتعمل احساس الترجيع والصداع المستمر. دي منطقه مفصله، انت دايما قاعد على الموبايل برقبتك، قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب، فدي منطقه مهمه جدا في الحركه. نص الظهر واخر الظهر، لان دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركه. طبعا الرقبه واخر الظهر هم نمره واحد، لان نص الظهر ده فيه الفقرات الصدريه فالى حد ما محجمه الحركه شويه فما بتتصابش كتير قوي، انما اخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك. فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلخبط مع الديسك، والام اسفل الظهر اللي العام بيقوم من النوم ظهره مش عارف يتحرك منه، وساعات ممكن يقعد 2 3 يومين في السرير مش عارف يتحرك بسبب نوبات الالم اللي بتروح وبتيجي مع الشتاء، مع تغيير المواسم، مع الشغل التقيل. فكل دي اماكن كتيره جدا. طبعا الكتف، من كل ما بتشيل حاجه بايدك تقيله كتفك بيتمزق، عضلات كتفك من ورا تفتكرها انها فقرات. دي برضو من اشهر الاماكن بالذات في السيدات، مناطق التندو اكيليس اللي هي بيسموها العرقوب، وتر الرجل، وتر القدم. فدي وتر العضله ماسك هنا، بيلبسوا كعب عالي، كعب عالي بالظبط، هو ممكن كعب ده يعمل مشاكل جامده. مفصل الصباع الصم اللي هو الابهام ده من اكتر اماكن الالم، وطبعا عضله السمانه اللي هي هي طبعا اللي بتمشيك، فدي عليها لود عالي جدا. فدي من اشهر اماكن الالم.
دول. طيب هنا في سؤال مهم جدا، هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت. المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني، هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي، أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه أنه هو عمره ما هيروح. هل الكلام ده علميا صح ولا لا؟ كانت لسه عندي مريضة ست جميلة، سيدة فاضلة فوق الستين، بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا، بقعدة 10 أيام في البيت ما تحركش. قالت لي أنا ما عنديش للأسف رفاهية العجز، أنا ما أقدرش أقعد في السرير، عندي واجبات كتير بقوم بيها، وأنا كنت معتقد أن هيجي لي يوم في الأيام أن ظهر هيخف، إزاي أنا مش عارف. الست دي الحمد لله خفت تماما، شفيت 100%، وكل ما أشوفها بتقعد تدعي لي ست جميلة جدا. هي تعتمد على إرادة المريض، المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصل له. ويمكن إحنا لو اتكلمنا على أنواع المرضى، فمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية، فدايما بيقول إن عمري ما هخف وهعيش كده، وفي مريض دايما عنده طاقة إيجابية بيدور على علاج مختلف ودايما هيلاقي حل وبيتعاون، ده مريض هايل. أنا هقف عند حتة مهمة جدا، والحقيقة أنت ليك يعني زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي، لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة. الأشعة، عيان بيروح يعمل، الإنسان بيروح يعمل أشعة، طبقا للأشعة أنت محتاج واو عملية، أنت كارثة، أنت زي ماشي على رجليك، صح. الأشعة بتوريك، صح. أنا بشوف ناس صحابي كده جايبين أشعات، تيجي تشوف الأشعة مخيفة، وراجل ماشي وبيلعب بيتحرك عادي، مفيش مشكلة خالص. فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي، هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه؟ كيف نميز بين الاثنين؟ الحتة دي قضية مهمة جدا. جدا. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالاعراض. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد اول حاجه بقول له شكوتك ايه، اشوف الاشعات، ابدا اتخض واقول له غالبا دي عمليه، اكشف عليه اقول له لا انسى اللي انا قلته خالص، انت مالكش عمليه، واي حد يقول لك عمليه تسيبه وتمشي على طول. ليه بقى؟ لان احنا الاشعه انها ديسك او غضروف او مش غضروف، الغضروف ده مش مؤذي، مش سرطان يعني، يعني اخره بيبقى جنب العصب، لو العصب متضايق منه هيعمل اعراض، لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو. كان لسه عندي مريضه من يومين نفس الموضوع، شفت اشعات عندها زعزعه فقرات، انزلاق غضروفي، بسالها شكوتها ايه، بتقول لي الم في الظهر الصبح، بتمشي حضرتك؟ بمشي 3 ساعات. حضرتك مالكيش عمليه وعمرك ما هتعملي عمليه، وهي فوق 60 سنه، المها حتت تاني. وفي واحد بيبقى عنده الاثنين، فانت بتوزنها، هو هيخف بالعملية كام في المية؟ لو هيخف بنسبة كبيرة 70-80 هنعمله، لو هيخف 20-30 مش هنعمله، طب ما نعالج 70-80 الأول وبعدين نسيب له 20-30 يعيش بيهم. فطبعا الأشعات هي مشكلة، إن زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يكل شوف كل الدليل، اديني دليل، وده مريض الدليل بيخش من الأول، أنا عندي إيه قول لي الدليل، وهخف إزاي أو هخف ولا لأ، وقول لي فحوصات اعمل اعرف ان هخف ولا لا، واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت، ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول. عندي قضيه تانية مهمه قوي، اتفضل. قضيه خطيره يعني، وبرضه انت ليك الفضل في انك اثرتها. كان يعتقد وما زال يعتقد في اوساط كثيره جدا انه اي الم في الظهر ده انزلاق غضروفي، خلاص الم في ظهري ده انزلاق غضروفي، وانزلاق غضروفي يعني عمليه، والله هي يعني 3 حاجات ورا بعض يعني، هو ايه اي الم في ظهري انزلاق غضروفي، واي انزلاق غضروفي اذا عمليه. هذا معتقد رهيب جدا. صحيح. هسمعك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني، استاذ هاني عفيفي، هي يعني هيسالك سؤال مهم قوي، تعال نشوف هاني عايز يقول ايه. بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل، والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين، ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي، انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوق، وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغضروفي. المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم، وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي. الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية. إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً؟
وإيه هو علاج الانزلاق الغضروفي؟ لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ. صح، معك حق، هذا السؤال مهم. طيب نبدأ الأول، الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر، فأي ألام في الظهر ده مش غضروف. اتفقنا؟ ده خشونة، ممكن يبقى معاه خشونة، إنما ألام الظهر بس ده خشونة، حتى لو في غضروف في الأشعة على فكرة ملكش عملية. اللي بعده ألام الساق، ألام الساق اللي هي ألام عرق النسا، لازم أما نرفع رجله ما يقدرش يرفعها أكتر من 20-30 درجة، لازم يمشي يقعد في الطريق من المشي بعد 5-10 دقايق، لا معاه تنميل، ويكون غضروف في الأشعة مقنع، لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض. ساعات ناس بتجيلي أشعتها نورمال وتبص على رجله تلاقيه برضو نفس الأعراض، مش عارف يمشي، رجله بتوجعه، دي عضلات بقى، فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض. طبعا المريض مش هيقدر يوصل لوحده للتشخيص، بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأي 2-3 كمان، ما ينفعش تخش على طول على العمليات، الحق نفسك، البول هيسبقك، العين طبعا بيسمع البول هيسبقك ده بينهار. لا، هو مفيش غضروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل، فمفيش القصة دي. معظم الناس بتخف، يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس، بقول له خلاص قفلنا قصة العملية. فيعني معظم الناس بتخف، الغضروف ده مش مرعب، واللي هيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق النسا لو وصلنا العملية هيخف بسرعة قوي. ودي برضو المرضى اللي بنختارها، يعني لو عملت 10 عينين مثلا عمليات هلاقي 3 منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفك الغرز في البيت حتى، وهلاقي الـ7 التانيين 5 منهم هيجوا قولوا لي ظهرنا وجعنا لسه ما خفناش قوي، أعالجهم بقى سواء بالبي آر بي أو بعلاج تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس، هيتبقى 2 بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش. فالعملية نتائجها مش زي الناس فاكرة، إن أنا هخرج سليم، أخرج أرجع لشغلي بسرعة، لا، في حالات وحالات، اختيار المريض ده مهم جدا. الإفراط في على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة، انت بتبوظ حياته مدى الحياة. يعني واحد انت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها، أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي، زي اللي عندهم تلايف عضلي، بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلي عامله عمليه فايبروميالجيا، وغضروف صغير جدا وعمل عمليه، برضو مشكله برضو للاسف في اطباء الاشعه بيكتب انزلاق غضروفي 3-4-4-5-5 وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 ملي، ما يسماش غضروف. تشوف بقى الاشعه اللي مثلا تقرير جاي من بره، حد عاش في امريكا ولا حاجه، يكتب لك جنبها نون سيجنيفيكانت، ملوش اي دليل دلاله كلينيكيه. نون سيجنيفيكانس يعني باللغه البسيطه بتاعتنا مش مهم، مش مهم، حاجه لا تذكر، هو ما يقدرش ينكره، لا تذكر وما يقدرش يخضك بيه، انما هو يقول لك في غضروف انما مش مهم. بس يعني فلازم العيان يبقى عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم. طبعا احنا يعني فقدنا الاولويات، ما عندناش فقه الاولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا، يعني غضروف صغير زي غضروف كبير، ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي، لا، في اولويات، وانا ما بفكر العيان بفكر له في الاولويات دي، ايه اللي هيفيدك، انا هطلعك من عمليه كويس ولا ملوش لازمه، اقدر اجنبك قد ايه عمليه كام في الميه بطرق مختلفه امنه. البي ار بي يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا، يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيره جدا هنشوف اشعاعاتها، يمكن منهم كانوا يعني لاعيبه كوره وناس كتيره رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا، وكانوا بعد العمليه ما كانش عارف يلعب على فكره، وده كان عنده غضروف ومحتاج جراحه، وناس تانية كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت، مع ان انا جراح، يعني انا افضل دايما الجراحة اسهل لي بدل ما اخد مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج، انما انا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر 1. اذا كان يحتاج الى ذاك هنعمله، اذا كان يحتاج هاي. في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها بالظبط، وده العين اللي بيزعل بقى ان هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجئ ان ملوش مخرج الا العمليه، لانه دخل بقى في سقوط مشط الرجل، دخل في ضعف العضلات، منظر الاشعه دي عنيف جدا، بقى له فتره رجله بدات تخس، طب خلاص بقى يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه. يعني البي ار بي، البي ار بي، هل البي ار بي ترى انه وصل للثقافه المصريه كما ينبغي الان كما هو في الثقافه الدولية؟ احسن بكثير من ما بدانا، احسن بكثير الحمد لله. احكي لي بقى، انا عايز احكي اسمع قصص مرضى، يعني واحنا بنمشي كده انت شوقتني، قلت لي لعيبه كوره، دي ده مهم قوي،
يعني لعيب كوره يعني انت ما بترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يرتاح. ده 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 اللي فرق. ده 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 ده, ده, ده واحد يؤدي يعني اداء عضلي قوي. دي حقيقي يعني انا جالي وبعدين عنده غضروف كبير، بدانا بالعلاج الحمد لله اتحسن، دخلنا في البي ار بي اتحسن اكتر. انا بقول له انت بالنسبه لبني ادم طبيعي عمره ما هيشتكي، انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل. ده ده دي اشعه لعيب الكره؟ لا دي اشعه تانية. مريض كان عنده ده يعني شايف الفقرات العنقيه على اليمين دي كلها ملخلخه، دي كلها زوايد عظميه، عدم ثبات، الام في الرقبه جامد. اللي على الشمال نفس القصه، معاه غضروف عالي قوي 1 و2، السهم الاخضر ده ده انزلاق غضروفي جنب الحبل الشوكي 1 و2 قطني، ده حبل شوكي. المريض ده كان طبعا مرشح للجراحه، ده عنده 52 سنه من اسيوط، وعنده كان مشكلته المشي، ما بعرفش يمشي 5 دقايق ويقعد في الطريق، برضه هو خايف من الجراحه. بدانا بالحق الحمد لله، هي جلسه واحده خف 70%، بيمشي كويس جدا. الكلام ده من سنه، ومن ساعتها لغايه دلوقتي زي الفل. دي حاله نمره 2. دي سيده من الفيوم عندها 62 سنه، عندها الام كانت بسبب ضيق القناه العصبيه. لو حضرتك هتبص على اليمين هتلاقي العلامه الخضراء دي قناه عصبيه ضيقه، العلامه الزرقاء قناه عصبيه واسعه. باين الفرق بتاعي. طبعا يعني بالظبط. الضيق ده نتيجه الخشونه وزواد العظميه من المفاصل. فدي كانت عندها الام في عرق النسف في الساق اليمنى، تحسنت برضو الحمد لله 90%، 90% و70 وكده، دي ارقام من بوق العيان. انا بقول له ادي نفسك رقم يقول لي. فالحمد لله جلسه واحده برضو تحسنت، ما كملناش. ده غضروف قطني اللي برضو العلامه الخضراء دي خارج، ده 4-5 وجاي على، هتلاقي حتى على العصب الشمال شايف العصب الابيض، اليمين اللي هي عليه النقط الحمراء ده مخرج العصب. فحته الغضروف السوداء دي جايه قافله عليه. ده عنده عرق النسا، الم شديد جدا، الم شديد جدا. ده مريض برضو عنده 55 سنه، ومشكلته انه عنده الام عرق النسا في الناحيه اليمين. وكان مرشح لجراحه والحمد لله اتحسن بعد حوالي 3-4 جلسات. يعني وصلنا النتائج 70-80%. الحقن الموضعي هنا يعني في اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن مباشر فيها، صح كده؟ صحيح. وخصوصا انه في ناس دلوقتي بقت عندها شكوى عضليه كبيره قوي. بص تلاقي خصوصا اللي بيتمرنوا في الجيم، ستات البيوت، البنات عادتهم الغلط، تلاقي حته في الرقبه يقول لك دي بتموت. صحيح. وبعدين طبعا تعرف في نصابين دلوقتي عاملين بقى يقول لك اللزقه، عارف اللزقه؟ عارفها. ملونه دي. ملونه دي. وناس مبسوطه بيها، يعني الناس ملونه بتاعت الرياضه. يعني هما بيشوفوا على فكره اللزقه دي، انا ما اعرفش ايه دورها ايه، يعني انا ما اعتقدش هو زي ما قلت لحضرتك مخدر. لا مفيش حاجه طولت هتخف لوحدها، يعني عشان بس نبقى واضحين، واللزقه دي مش هتفرق معاها حاجه ولا حاجه خالص. هو بتقلل الالم زيه زي اي حاجه في الدنيا، انما ما بتعالجش المنبع نفسه. احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنه، الالام المزمنه بيركنها في الارشيف، ما تطلعش من الارشيف تاني. هتقعد طول عمرك في الارشيف، مش هيطلعها تاني الا الالتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجه المواد التحفيزيه اللي جوه الصفائح الدمويه، تبدا تنبه الجسم ان الاصابه لسه حاصله، يبدا يشتغل عليها يصلحها يرجعها زي الاول. اذا الموتور دار ما بيطفيش الا لما بيخلص. بطريقه بسيطه مبسطه يعني بدون ما نخش في تفاصيل طبيه يعني. فالفرق بين ده حاجه اسمها ريجينيرتيف ميديسن اللي هو الطب التجديدي. سواء البي ار بي هو على راسهم او حاجات تانية، كان بروليثيرابي، البايو بانكتشر، فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو الماتور، بس ده احسنهم ليه؟ ناتشورال من دم العيان، من نفس الخلايا بتاعته. كل واحد على فكره بياخد سرعته برضو. فالسن الكبير بتاخر، درجه الخشونه العنيفه نتائجها مش حلوه. السن الصغير احسن، الرياضي احسن، اللي عايش في جو صحي احسن. يعني تقول لي مثلا احسن شعوب بتعالجها او نتائج في الشعوب، يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعوديه بيتحركوا كتير، عندهم جو حلو، ما عندهمش تلوث، طبيعتهم البدويه والصحراء دي خليه جسمهم سليم، اكلهم متوازن، فعنده جهاز المناعه سليم، بيشتغل بسرعه حلوه قوي. اللي عايش في منطقه تلوث عنيفه، شامم اكل وشامم ريحه مش كويسه، لا شامم جو ملوث، بياكل اكل كيماوي فيه كيماوي، كل ده بيقفل حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي هي مسؤوله عن التصليح. هيا في سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي، بس هتسمعه على لسان مخرجنا الخارجي الاستاذ هاني عفيف. تعالوا نشوف هاني هيقول ايه. اتفضل.
ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ، وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو وغز سكاكين، بتختلف شدته من معتدلة لحادة وقابلة للتغيير. ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة، وممكن يحصل من غير سبب واضح. الدراسات بتقول إن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل طول حياتهم، فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات انحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي، كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد. فإيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي آر بي ليه دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين، كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشكوا من ألم ظهر أسفل الظهر. هو السؤال ده كل زملاء المذيعين، كل مخرجين القناة بيشتكوا، والمعدين صحيح بيشتكوا من ألم أسفل الظهر. يعني ليه؟ عاداتهم كل هم قاعدين معظم الوقت وتكييفات عالية جدا. صحيح. هو بيسأل على الألم الحاد، وحضرتك بتتكلم على الألم المزمنة، فأنا هجاوب على السؤال الحاد ده. ألم الحاد ده سيبه هيخف لوحده. كويس. يعني بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حاصل من أسبوعين جاي أخد بي آر بي، بقول له لا حضرتك خد الروشتة وروح وهتجي لي غالبا كويس. وبيجي كويس. فالحد ده غالبا احنا عايزين نوصله للحد ده، دي مرحلة التصليح. سيبه هيخف لوحده. المزمن بقى هو ما عندوش أمل إنه يخف لوحده للأسف، فلازم نرجعه للحد بالحقن بي آر بي. ده لو الألام مضايقاه، يعني ايه معطلة شغله، بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر، بدأ يتهدد. يعني كان عندي مريض كان عنده تلايف عضلي، المريض دوت كان تقريبا هيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش، بيقول لي حتى المناسبات ما بروحش أعملها، لا عزا ولا الكلام ده. الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني. برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة، الحتة دي دي مزعجة جدا. دي عضلة اسمها ترابيزيس. دي اكتر عضله بتشيل ايدك، طول ما انت بتشيل في ايدك طول ما دي شغاله. تشيل تقيل دي تتمزق، تلعب جيم جامد دي تتمزق. دي عضله مزعجه جدا وبتضرب تنميل في الايد بالكتف. فظيعه. دي برضو بتتحقن. الحقن احنا بناخد كذا طريقه في الحقن باعماق مختلفه، ممكن نوصل للعضله الداخليه وفي عضله تحت عضله، وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد، ممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الاطوال اللي بنشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لايه. في الاخر طبعا احنا بنشتغل حاجه اسمها ساعات سيجمنتال. سيجمنتال يعني منطقه معينه بتتحقن بطريقه معينه بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضله. ليها طبعا الحقن تركيزات معينه، علشان ساعات الزياده في التركيز بيقلب بالعكس، وساعات برضو التركيزات القليله ما بتديش النتائج الكويسه. فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكميه بتاعته. دي طبعا الانكل بالاربطه بتاعتها من أسوأ الاماكن. كان خنقه العصب برضو من احسن حاجات اللي بتخف، ما بقتش اعمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقالي كذا سنه بسبب كل الناس بتخف بالحقن. من يعتقد انه يائس او لا امل؟ ده ألم مزمن بقاله سنين، نقول له ايه؟ طبعا ان شاء الله في امل. بس برضو انا بقول للعيان مش هناخد امال عنيفه علشان ما نخبطش في السقف. كل واحد ليه الامل بتاعه والمقدره بتاعته. يعني اللي عنده 70 80 سنه مش زي اللي عنده 20 30 سنه، اللي جاي في درجه خشونه 5 مش زي الواحد واثنين. فكله برضو انما دايما في امل ان شاء الله. من إذا قدم إليه أي حد يقول له يلا قطة عمليات يلا نعمل عملية؟ لا 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 طبعا مفيش حاجة اسمها القرار السريع ده. قرار السريع ده أبدا، وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش الطوارئ دي. يعني مش عين داخل في غيبوبة ولا ورم في المخ، لا لازم التأني، لازم أديله فرصته. إذا استنفذ كله في فرص أو في أعراض مخيفة هقول له، وبرضه مفيش يلا بكرة دي. يعني أي حد يقول له كده سيبه وامشي، خد رأي تاني وتالت. ومفيش أس كل واحد للأسف مش هيغير رأيه، فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية. بس إذا كان الأمر فعلا بي آر بي وعلم حديث ينبغي أن تفهموه جيدا
العلم الحديث في هذا المجال، أعتقد أن فتوحاته هتبقى كبيرة جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر. طبعا أنت نورتني وأسعدتني، وكان حوارا ممتعا كالعادة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور أيمن عنب كان ضيفي في الدكتور. البي آر بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا، مش كده ولا إيه؟ خلي بالكم من ظهركم، واوعى من البتاعة الكبيرة، الكورة الكبيرة دي اوعى منها، خطر جدا جدا جدا. خلوه دايما مع الدكتور. الدورة كانت بتجيني بأعراض تعب في جنبي وفي بطني، ما كنتش إن أنا أقدر حتى إن أنا أخرج أو أتحرك. أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا العلمية التي تبحث دائما عن الوعي والثقافة. الأورام الليفية موضوع مهم جدا جدا، والحقيقة الورم الليفي أهميته انتشاره ومدى تأثيره ومدى جهل الكثيرين بمدى تأثيره. الستات بطبيعتهم خوافين، والستات بطبيعتهم عندهم دائما، ده طبيعة كل ستة في مصر وخارج مصر، بس خلينا نتكلم إقليميا. أقول لكم دايما إن التوقع الأسوأ هو الموجود. فكرة الناس عن كلمة ورم فكرة مخيفة طبعا، رغم أن كلمة ورم ليفي هي بطبيعة الحال ورم حميد، لكن السؤال اللي وراها على طول يقلب يا باشا يبقى خبيث. ده من ضمن الأسئلة العلمية المهمة جدا، ولا ينفك كل مؤتمر أنه يؤكد على أشياء خاصة بمصاحبة بعض الأورام الخبيثة للأورام اللي فيها. دايما أقول أنا أن الأورام اللي فيها مخادعة، لأنها أورام تمتلك المكان. يعني ايه كلمة ورم يمتلك مكان؟ يعني اقدر اجي هنا واعمل اعراض، واجي هنا واعمل اعراض تانية. هنا نقدر نقول عليها هو ده خبث التصرف، ما نقولش كلمة خبث هنا عشان برضو الناس تربطها دايما بالخبيثة، لانه الورم اللي فيه لو جه داخل تجويف الرحم له اعراض، واعراضه بتبقى واضحة جدا، من وجود نزيف، من وجود صعوبة في العلاقة الجنسية وألم أثناء العلاقة الجنسية، من وجود مشاكل واضطرابات في الدورة الشهرية. ده نتيجة ارتباط الورم الليفي بمكانه. برضو في عامل تاني مهم جدا بيلعب دور، الحجم. يا جماعة الورم الليفي له دور مهم جدا، حيث انه حجمه بيختلف من ورم الى ورم اخر. ممكن جدا الحجم يبقى صغير فتلاقي الاعراض قليلة، ممكن الحجم يكبر فتلاقي الاعراض بقت تبقى كبيرة. كمان غير النزيف ممكن جدا يحصل اضطرابات في الدورة الشهرية، وممكن تلاقي غير اضطرابات الدورة الشهرية بقى آلام بحسب الموقع. تلاقي الورم الليفي بره الرحم فضاغط على القولون، فالست ما تروحش للدكتور نساء أساسا في أعراضها، هتروح لأساتذة البطنة وأساتذة الجهاز الهضمي، تقول لهم أنا بشتكي من إمساك مزمن، بشتكي من مشاكل أثناء التبول لأنه ممكن جدا الورم يبقى قريب من المثانة، بشتكي من مشاكل أثناء التبرز، بشتكي من آلام أثناء الجماع. فتروح بقى تخصص تاني اسمه تخصص سكسولوجي، وتخصص من تخصصات النساء والتوليد، اللي هو تخصص يعني ممكن تكون الحالة النفسية، ممكن تكون أمطة جماع، ممكن الست هنا ترتبك. غير بقى الإجهاض المتكرر المصاحب لبعض الأورام اللي فيه. هنا بقى السؤال مهم قوي، ليه الستات في مصر بتتأخر في التعامل مع الأورام اللي فيه، رغم أن مصر فيها خيرة أساتذة النساء والتوليد على مستوى العالم العربي في كل الجامعات وفي كل الإخراجات المصرية في كل حتة، يعني من اسكندرية لأسوان فيه، من شرقية قاهرة غربية فيه. ليه الست بتتأخر؟ هو ده سؤال. هل احنا عندنا ثقافة التدخل المباشر في التعامل مع الأورام الليفية ولا لا؟ ده سؤال. هل في حاجات كتيرة في مجتمعنا بدأت تخلي الأورام الليفية تصل لمرحلة توحش ويبقى عددها كبير، أكبر حتى من الموجود في الكتب الطبية، يعني بنزيد عن الموجود في الإحصاءات الدولية. وطبعاً فيش حاجة موجودة في كتب طبية خاصة بالعدد، لكن القصد يعني إيه؟ يقولك إيه، آخر مرة شفنا ورم ليفي كان 40 50 60 ورم ليفي مش عارف في ست فين. طب إحنا عندنا في أكتر من كده،
ده مش ده معناها ان الست بدات تهمل، ما بتروحش تكشف، ما بتعملش كشف دوري، ما بتسمحش بالتدخل الطبي المبكر لانقاذها. هو ده هدفنا النهارده، هدفنا ان احنا نزيد الوعي. احنا النهارده جايين عشان نزود الوعي عند الستات ونقول لهم لو ما بداوش يكشفوا بدري وما بداوش يلحقوا نفسهم بدري في ورم ليفي قد كده، ممكن المساله تقلب لمجموعه من الاورام اللي فيها كبيره تستدعي استئصال الرحم. الكلمه اللي بتخوف ستات برضو كتير رغم انها انفيتابل احيانا او ما نقدرش يعني زي ما بيقولوا الطريق الوحيد. الحوار اليوم مثير للغايه، مش هيكون حوار اقليمي بس، حوار اقليمي عالمي هتستعدوا بيه جدا في مختلف التخصصات. النهارده هيكون في كونسلت كبير جدا، بس طبعا اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز الخيمه العلميه المتميزه والاسم الكبير استاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس. اهلا بيك استاذ دكتور ايمن، منورنا يا فندم. الله يخليك حقيقه، سعدنا بهذه الزياره الرائعه. وزي ما انت قلت لي واحنا بنعد في الحلقه دي بقالنا يومين وسهرنا وعزمتني على العشاء كل اكله حلوه قوي انا فضحي طبعا قوي كالعاده يعني يعني قعدنا واحنا كنا بناكل وبنشتغل على الحلقه دي حقيقه. قلت لي احنا عايزين نوعي الناس لان احنا مش عايزين نشوف ناس في عندها مشكله متاخره في الامر اللي فيه. وانت عملت مقدمه فعلا صادقه، بس تعالى نقول احنا مش النهارده جايين عشان نزود الوعي. احنا اوريدي بالفعل كانت هدفنا الاساسي من اول اطلاله برنامج الدكتور على القاهره والناس هو زياده الوعي، وباستمرار وفي كل حلقه بكل قوه وبكل حزم، ومستمرين في الطرح ومصدقين نفسنا ومصدقين رسالتنا. ليه؟ لان احيانا الفهم السطحي للاشياء بيخلينا ناخد قرارات زيها. يعني احنا لما بنتكلم وبنقول الاورام اللي فيها، طول عمرها الاورام اللي فيها ما هي موجوده، وطول عمر الاورام اللي فيها ما فيها الالغاز البسيطة والألغاز السهلة والألغاز اللي غير إلى الآن لم تحل ولم وإلى الآن معقدة. بمعنى لما احنا عارفين والناس كتير والسيدات عارفين إن الأورام اللي فيها هو ورم حميد بيجي في فترة اللي هو الفترة ما بين البلوغ وما بين انقطاع الدورة، فترة الشايلد بيرنج، فترة الخصوبة أعلاها على الإطلاق. لما نعرف إن عندي 50 سنة، من 45 ل 50 سنة 70% من السيدات بيظهر عندهم أورام لفاية، 70% من السيدات عندهم أورام لفاية، و 80% يعني 8 من 10 يعني كل 10 سيدات ماشيين 8 منهم من ذوات البشرة السمراء عندهم أورام لفاية. عندهم أورام لفاية بشكل أو بآخر، عندهم أورام لفاية صغيرة أو كبيرة، عندهم أورام لفاية اشتكوا منها أو لم يشتكوا منها. لما نعرف ان 50% من السيدات دول لا يشعرن ابدا باي مشكله، ما لا عندهم نزيف ولا عندهم بريشر سيمتومز، مفيش اعراض للضغط الخارجي زي ما تفضلت في البدايه وقلت ان في مشاكل في المثانه البوليه وتكرار البول، او في الام في الجنبين نتيجه ضغط على الحالبين والمشاكل في الكلى، او في امساك نتيجه ان بيحصل انكارسريشن الميوما او تتزنق جوه في الحوض فتضغط على المستقيم فيحصل نوع من الامساك، او يحصل فلوتنس يبقى في انتفاخ نتيجة برضو ان حركة الامعاء محدودة بالورم متضخمه. طيب ولا في نزيف تتلقط معانا الحالة عندنا في البطن نتيجة خش في الديفرنشال دايجنوزز، خش في افتكرها احنا نفتكر كانسر، ولما تكون المريضة اصلها كمان عندها سمنة فمتخيلة زي ما اكتشفنا في كثير من الامراض في كثير من الاورام اللي فيها المتضخمة كلهم بيقولوا كلمة واحدة، كنا متخيلين دي سمنة، كنا متخيلين دي بطننا، وكانت الصعوبة كمان حتى مع السمنة ان انت تكتشف ان في اورام لفية. طب لما كنا عرفنا ان في الاورام لفية هو جزء اصيل من خصوبة المرأة وموجودة لان الرحم وظيفته حاجتين، يعمل بيبيهات ويعمل اورام. يبقى احنا عارفين الخطة وعرفنا، لما بنعرف عشان نقول، مش عاوز اختصر حالف اقول التوعية خير من العلاج، لما نيجي نقول ان في حملات كمان بتطلع وتقول مثلا ايه ودمونستريشن بروست ويطلع يقول لك ايه ان احنا وقفوا قتل الارحام، وقفوا شيل الارحام، ده مش في مصر ده بره. او يقول لك ان في بوست هيستريكتوم ديبريشن، لو نزلوا حتى الصور ان في اكتئاب ما بعد استئصال الارحام، ده تنبيه اخده بشكل معين واخده بشكل ايجابي. لو احنا كنا عاوزين نقلل
ادي مثلا شكل من المظاهرات بتبقى موجوده بقى. ستوب هيستريكتومي دامج وومن وستوب كاستريد، يعني كانك بتغسل المراه، كانك زي ما بتشيل الخصيه للرجل لما بتشيل الرحم كانك عملت اخصاء للمراه، قتلت المناعه. طب لو ده بيقول افهم من ده ايه؟ ان احنا ضد وادي البريفنشن بيتر ذان كيور، يعني يرفعوا الافتات ان الوقايه خير من العلاج. هل ده معناه ان احنا نقول نوقف استئصال الارحام؟ بس ساعات بيبقى هو المصير. احنا ضد استئصال الارحام، هو لازم، واذا كان استئصال الرحم هو الحل الوحيد لانقاذ مريضه من النزيف الذي لا يتوقف، او من ان انه بقى في ضغط رهيب جدا على الاعضاء الجانبيه ممكن يؤدي الى مشكله رهيبه. طيب احنا نصل الى ده ازاي؟ يعني ليه استنينا لما وصلنا الى هذه المرحله، وخصوصا ان الحاله مثلا البطله النهارده احنا استأصلنا فيها الورم طبعا الرحم. قبل ما نوصل انها تبقى حلقه او حاله، لا ده فهم دقيق وواعي وعميق ليه بيحصل كده. اكيد فهمنا قاصر على كلمه ورم ليفي. ليه ورم ليفي يجي واحد فقط يتضخم ويصل حجمه زي ما وصلنا 25 كيلو وفي جينيس ريكورد وكان ما وصل الى 37 كيلو؟ يعني ليه يصل الى 37 كيلو يبقى ورم ليفي واحد مش متعدد، وليه في احيان اخرى يبقى ورم ليفيه متعدده؟ ليه الاماكن بتختلف لبعض المريضه؟ ليه سب ميوكس في بعض المرضى موجود في تجويف الرحم؟ ليه بعض الناس في عضله الرحم فقط؟ ليه بعض الناس في على سطح الرحم خارجيا؟ ليه بعض الناس اللي ليه عنقود وليه بيديكل؟ الله. وليه بعض السيدات عندهم كل الاشكال المختلفه دي؟ باكج. وليه بعض السيدات عندهم الاعراض بدري وليه بعض السيدات عندهم الاعراض متاخره؟ وليه هل فقط بس هو علاقه انا واحنا هنا بصوره بس سريعه دي شقوة ونرجع لها تاني دي الاوضاع المختلفه للاورام اللي فيا، سواء كانت في عضله الرحم زي فوق او في تجويف الرحم زي في النص او نص في عضله الرحم ونص سبسيرس تحت الغلاف المغطي الرحم خارجيا. طيب وهل هو فقط مستقبلات الاستروجين والبروجسترون فقط فقط يعني مستقبلات في مستقبلات الأسرة؟ هل هو خلل في الكروموزومات؟ هل هو خلل في جين معين بيعمل ريجوليشن وديس ريجوليشن للمرض ده؟ يعني بمعنى لانه هو الورم عباره عن ايه؟ عضله خليه من عضله بطانه الرحم يحصل لها اشاره فتكبر في مستعمره خاصه بيها، وبعد كده يحصل الماتريكس حواليها. الماتريكس يعني ايه؟ كان الكولاجين اللي حواليه يحصل فيه ديجنريشن او بشكل معين يحصل فايبروس تيشو، نسيج ليفي تعمل كومباوند فتتضخم، تعمل كومباوند حواليها. عارف الكومباوند بيبقى له صور. ايه اللي خلى دي بقى ويحصل لها اشاره اخرى؟ يحصل الابتوزس، الابتوزس الخلايا ما تموتش وتبدا عماله تكبر 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 تكبر. اللي بيخلي هنا يحصل سيل بروليفريشن، سيل بروليفريشن ايه اللي بيخلي البروليفريشن؟ هو عمليه ان عماله تتكاثر تكبر تكبر تتكاثر. هل نتيجه هرمونات الاستروجين والبروجسترون فقط، ولا هنا كمان اللي الورم نفسه بقى عنده جروث فاكتورز خاصه بيه، هرمونات او عوامل نمو خاصه بيه هو تقدر تطوع لنفسه هو بعيد عن هرمونات الاستروجين اللي في جسد المراه يقدر يكون؟ الله. لبعض السيدات اللي عندهم سمنه عندهم استعداد اكتر ان يجي لهم الاورام اللي فيا، هل عشان هرمون الاستروجين زايد في جسمهم اكتر فيبقى ده كانه مبيض اخر جنب المبيض الطبيعي عمال يطلع هرمون استروجين فيغذي؟ طب ده بالنسبه للاستروجين. طب البروجسترون؟ طيب ايه تاني؟ هل لما بيحصل في جسد المراه اللي فيه سمنه يحصل لبعض الانزيمز على مستوى الانزيمات فيحصل حاجه اسمها اروماتيز انزيمز تطلع فتبدا تحول هرمون الذكوره في الاديبوس تيشو الى هرمون انوثه فيروح يغذي الاورام اللي فيها؟ ده بيحصل في الستات. بيحصل في الستات. بالكوا شوف احنا جبنا. طب ليه مش كل الستات السمنه كم مره؟ ليه مش كل الستات اللي عندهم سمنه؟ ليه ستات عندهم نحافه ونحافه باينه جدا وعندهم برضو الاستعداد للاورام اللي فيها؟ طيب وهل هو فقط مستقبلات الاستروجين والبروجسترون فقط النسية؟ فقط يعني مستقبلات في مستقبلات الاسره. هل هو خلل في الكروموزومات؟ هل هو خلل في جين معين بيعمل ريجوليشن وديس ريجوليشن
للمرض ده. يعني بمعنى لانه هو الورم عباره عن ايه؟ عضله خليه من عضله بطانه الرحم يحصل لها اشاره فتكبر في مستعمره خاصه بيها، وبعد كده يحصل الماتريكس حواليها. الماتريكس يعني ايه؟ كان الكولاجين اللي حواليه يحصل فيه ديجنريشن او بشكل معين يحصل فايبروس تيشو، نسيج ليفي، تعمل كومباوند فتتضخم، تعمل كومباوند حواليها. عارف الكومباوند بيبقى له صور. ايه اللي خلى دي بقى ويحصل لها اشاره اخرى؟ يحصل الابتوزيس، الابتوزيس الخلايا ما تموتش وتبدا عماله تكبر 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 تكبر. اللي بيخلي هنا يحصل سيل بروليفريشن، اللي بيخلي البروليفريشن هو عمليه ان عماله تكبر تكبر تتكاثر. هل نتيجه هرمونات الاستروجين والبروجسترون فقط، ولا هنا كمان اللي الورم نفسه بقى عنده جروث فاكتورز خاصه بيه، هرمونات او عوامل نمو خاصه بيه هو، تقدر تطوع لنفسه هو بعيد عن هرمونات الاستروجين اللي في جسد المراه يقدر يكون. الله، لبعض السيدات اللي عندهم سمنه عندهم استعداد اكتر ان يجيلهم الاورام اللي فيه. هل عشان هرمون الاستروجين زايد في جسمهم اكتر، فيبقى ده كانه مبيض اخر جنب المبيض الطبيعي عمال يطلع هرمون استروجين فيغذي؟ طب ده بالنسبه للاستروجين. طب البروجسترون، طيب ايه تاني؟ هل لما بيحصل في جسد المراه اللي فيه سمنه يحصل لبعض الانزيمز على مستوى الانزيمات فيحصل حاجه اسمها اروماتيز انزيمز تطلع فتبدا تحول هرمون الذكوره في الاديبوس تيشو الى هرمون انوثه فيروح يغذي الاورام اللي فيها؟ ده بيحصل في الستات، بيحصل في الستات. بالكوا شوف احنا جبنا، طب ليه مش كل الستات السمنه كم مره؟ ليه مش كل الستات اللي عندهم سمنه؟ ليه ستات عندهم نحافه ونحافه باينه جدا وعندهم برضو الاستعداد للاورام اللي فيها؟ طب هل هنا كمان لما ادي الستات والسمنه والسمنه المفرطه والسعداد وممكن مع السمنه والكرش الزايد والبطن المتدليه يطلع اورام زي اللي ما شفنا الاورام اخبارها ايه؟ هل في كمان ان في علاقه زي ما احنا عارفين علاقه بالسمنه وكثير جدا من الامراض حتى الامراض السرطانيه وسرطان الثدي والاستعداد المفرط للسمنه والامراض؟ هل كمان لبعض الناس اللي عندهم هايبر انسولينيزم الانسولين عالي، الانسولين عالي ايه اللي يخلي اللي عندهم انسولين زي البي سي او يبقى عندهم استعداد يجي لهم اورام لفيه؟ بي سي او عن غير تكاثر مبيضين. طب عارف عشان الانسولين ليه لوكال افكت على الهرمون النمو في الورم الليفي فيخليه يكبر وتضاعف؟ عشان كده ساعات تلاقي البي سي او تكاثرات المبيضين عندهم اورام لفيه. طب لو كانت الاورام الليفيه نتيجه الاستروجين، طب بطانه الرحم المهاجره برضو نتيجه الاستروجين وسرطان الثدي نتيجة الأستروجين، فهل علاقة مباشرة ما بين، يعني لازم يبقى في ارتباط مباشر ما بين الأمراض دي وبعضها؟ إحنا بنفتح أجساد المرأة سواء عن طريق منظار أو فتح بطن فنفاجأ إن في أورام لفية معها بطانة رحم المهاجرة، هل بالصدفة؟ أو بطانة رحم مهاجرة معها أورام لفية، هل بالصدفة؟ الثنائي الشرير، هل بالصدفة؟ والثنائي ليه اتعملت دراسة؟ اتنين بيتأخروا الإنجاب، طبعًا اتنين بيتأخروا الإنجاب، اتنين عندهم آلام. ليه لما اتعملت دراسه لثلاثه جروبز موجوده، الناس اللي كانت شكوتهم الاساسيه اورام لفيه، والناس اللي كانت شكوتهم اساسيه بطانه رحم مهاجره، والناس اللي شكوتهم اساسيه ما كانش كده رايحين يعملوا استراليزيشن، يعملوا ربط انابيب، رايحين يعملوا مش بيخلفوا تعقيم لنفسه، فتلاقي ان اكتر من 25% 25.8% من الناس اللي عندهم اورام لفيه عندهم بطانه رحم مهاجره، والناس اللي عندهم شكوى اساسيه الام وبطانه رحم مهاجره وتشوكليت سيست تصل الى 19.6% عندهم اورام لفيه مش متشخصه. مش متشخصه، يعني ممكن تكون صغيره وبيديكل وممكن تبقى احيانا الام ار اي او الرنين او السونار ما يجيبهاش، ما يجيبهاش، وخصوصا لما يكون بنات عشان ما بنعمل ترانس فاجينال او سونار مهبالي مش هنعمل لهم سونار مهبالي. طب ليه لقينا بقى اللي ما اشتكوش خالص باورام لفيه ولا بطانه رحم مهاجره لقينا ان موجودين؟ يعملوا تعقيب لنفسهم 5.5% 5.5% من الناس اللي ما بيشتكوش خالص فوجئنا ان في اجسادهم فيه بطانه رحم مهاجره، ويصل الى 10% 12% عندهم اورام لفيه بشكل او باخر ما بيشتكوش. مش ده يزود عندنا الوعي؟
ان المشكله قائمه وموجوده. طب ايه ده؟ هي ظهرت عند البنات دي ليه؟ في سن بدري، ده احنا بنقول الاورام اللي فيا تبدا من 20 سنه، من 25 سنه وتزيد قوي من 30 ل 40 سنه. لكن بعض المراهقات عندهم عندهم زي ما بطنه رحم مهاجره عندهم اورام لفية، وان كان عددهم قليل لكن يوجد اورام لفية. نتيجه ايه؟ بعض الدراسات بتؤكد لما كل ما يكون فيه بدايه الدوره مبكرا ففي فرصه لبطنه رحم مهاجره، بدايه الدوره مبكرا ففي فرصه ان يحصل ميوتيشن في الجينات ووظيفتها ويحصل سيل بولاريفيريشن ويبدا الاورام لفية تظهر. كان الميوتيشن هو تحور خاص في الجين، وبروليفريشن هو ان الخلايا تبدا يحصل لها نمو غير مبالغ فيه مش مطلوب. ايه اللي بيخلي كده؟ وايه اللي بيخلي لما الدوره تتاخر في انقطاعها؟ يعني سن الدوره ما بقطعش بدري، كان بقت وسط المراه عند 50 سنه ولسه دوره شغاله، فتلاقي هي عرضه اكتر لاورام اللفايه، هي عرضه اكتر لبطانه الرحم المهاجره. طيب ونيجي برضو نقول، وليه البنات اللي اتأخروا في الجواز عندهم أورام لفية كبيرة ومتعددة وكثيفة عن غيرهم؟ هل النال ليبرتي يعني لما يكون واحدة اتجوزت متأخر أو ما خلفتش، اتجوزت وما خلفتش، يعني الرحم بيعوض نفسه؟ كلام بسيط، كأنه بيعوض نفسه من الحملة فيعمل أورام لفية، مش لاقي حاجة شالها فبيشيل أورام. وكلام أدبي أكتر من كلام الأدب. ولكن لما تيجي تشوف بالحقيقة أن المرأة اللي اتأخرت في الإنجاب أو البنت اللي اتأخرت في الجواز فهي عرضة أكتر لأنوفيليشن سايكل كتير جدا، دورات من التبويض متكررة موجودة، فيطلع أستروجين كتير، فالأستروجين يبقى في جسدها كتير، فيحصل نوع من استثارة للخلايا العضلية الموجودة، فيحصل تحور في الخلايا العضلية فتتحول بشكل أو بآخر إنها تستجيب أكتر، فيحصل أورام لفية متعددة تبقى موجودة. ده أحد الأسباب. فده يعلمنا إيه؟ إن البنات من بدري تبدأ يبقى فيه روتين للدوري، للمتابعة الدورية، عشان اكتشاف كتير جدا من الأورام من مبكر. ونيجي برضو نقول، وليه البنات اللي اتأخروا في الجواز عندهم أورام لفية كبيرة ومتعددة وكثيفة عن غيرهم؟ هل النال ليبرتي يعني لما يكون واحدة اتجوزت متأخر أو ما خلفتش، اتجوزت وما خلفتش، يعني الرحم بيعوض نفسه؟ كلام بسيط، كأنه بيعوض نفسه من الحملة فيعمل أورام لفية، مش لاقي حاجة شالها فبيشيل أورام. وكلام أدبي أكتر من كلام الأدب. ولكن لما تيجي تشوف بالحقيقة أن المرأة اللي اتأخرت في الإنجاب أو البنت اللي اتأخرت في الجواز فهي عرضة أكتر لأنوفيليشن سايكل كتير جدا، دورات من التبويض متكررة موجودة، فيطلع أستروجين كتير، فالأستروجين يبقى في جسدها كتير، فيحصل نوع من استثارة للخلايا العضلية الموجودة، فيحصل تحور في الخلايا العضلية فتتحول بشكل أو بآخر إنها تستجيب أكتر، فيحصل أورام لفية متعددة تبقى موجودة. ده أحد الأسباب. فده يعلمنا إيه؟ إن البنات من بدري تبدأ يبقى فيه روتين للدوري، للمتابعة الدورية، عشان اكتشاف كتير جدا من الأورام من مبكر. وده يجرنا لسؤال أكتر، طب يفرض اكتشفنا، هنتعامل مع الأورام من بدري إزاي؟ بتدخل جراحي؟ يعني خصوبة البنت تبقى في شكل أو بآخر؟ طب بنت تتجوز وعندها جرح وممكن حد يقول لها قبل كده كان الجرح بتاع ايه؟ شلت ورم ليفي، فكأن البعد بقى فيه اجتماعي كمان؟ عشان نبقى واضحين اكتر، الناس بتخاف تقول لك الجرح ان بنتي اتعملت عمليه قبل كده، هتتجوز قبل كده. لا، حتى لو بنتكلم على ورم ليفي، احنا لازم نواجه نفسنا صح ونواجه مجتمعنا صح عشان نعرف نحل المشكله صح. الفكره في دماغ الناس اللي دماغهم وحشه، انا فاهم ده، هوصل لك لده، ان ممكن تتفتح يعني اي فتح بطن قبل كده، فتح بطن، لا دي ده ايه دي. لا، لما زاد الوعي بيزيد الوعي اكتر، لاني ما بكونش يعني اكيد اي بنت ممكن تتعرض لجراحات مختلفه، اكسبلوريشن، فتح بطن، استكشاف، انفجار في زايده، كيس دموي. دماغ الناس، ما هي دماغ الناس الوحشه، واحنا بنحاول نقول ونصحح مفاهيم الناس. طيب هنا البنت لما تتعرض لاورام لفية متعدده من بدايتها، مش ده يستدعي ان تبقى عارفه رقم واحد، نتابع رقم اتنين، نتدخل سريعا رقم ثلاثة؟ طب لا تدخل ويقول لك اصل لو شلنا الاورام اللي فيا عندها استعداد ترجع مره تانية. احنا بالتاكيد لازم نحط خارطه الطريق،
ويبقى لما عارفين ان احنا تعددت الاورام اللي فيا ممكن نستأصل الاورام اللي فيا، وبنقول ان في معدل الرجوع من 2-3% وبتزيد بعد سنوات العمر لبعض الناس وبعض الناس لا. فبنقول المشكله لما نتخلص ثاني من الورم الليفي وهو صغير عن ان احنا نفتح فتح كبير وفرصه للنزيف وفرصه لنقل دم وفرصه للانيميا وفرصه للمشاكل الكبيره وفرصه اكبر لاستئصال الرحم اللي هيعمل لك مشكله رهيبه مش هتقدري تتحملي وانت بنت إجبار تسمعي أكثر. انك انت مجبره انك تستئصلي الرحم، او انت مدام او سيده اتاخرتي في اتخاذ القرار فتفاجئي انك محتمه في او محتمل القرار انك انت حتى انا قلتها بالانجليزي محتوم محتوم قرار محتوم انك تستأصلي الرحم لا محاله. طيب احيانا الاستروجين هو السبب، لما بندي بعض الادويه فتلاقي انتي استروجين ضد الاستروجين زي ال اتش ار اتش انالوج اللي بناخده يوقف الدوره لفترات معينه، بنفاجئ ان الورم لبعض الناس يبدا يشرنك ينكمش ويصغر. فده يؤكد لما بدأنا نقلل هرمون الاستروجين في الجسم بدأ الورم يقل. تعال نقول ان احيانا الدبريشن اللي بيجي لبعد استئصال الارحام اسبابه الرئيسية 1 نقص الاستروجين، اكتئاب ما بعد ازالة الرحم، استئصال الاستروجين. لما بيقل الاستروجين ومرة واحدة بيحصل ايه؟ بيحصل المود سوينج، يبدأ فكرهم واحساسهم وثقتهم بنفسهم بتقل. ايه المود سوينج ده؟ يعني يحصل كأن عمل سويتش، شخصيتهم اختلفت بعد ما كانت المستقرة، ايه عندها فقدان للثقة بنفسها، عندها مودها اتغير. ليه؟ لان الاستروجين زي ما بيشتغل على كل، هو الناس متخيلة ان هو ليه علاقة بس بجزء الريبرودكتيف سيستم ان هو جزء الخصوبة، ولكن الاستروجين ليه علاقة بكل التفاعلات الكيميائية واللي بيتاخد هرمون بينزل للبرين برين ستيمولانت وبيعمل الحاله المزاجيه والمود العالي. لما بتطفي النور على البرين على المخ كانك قللت الاستروجين تخش في الضلمه في الاكتئاب. عشان كده اللي بيبقى فيه الهرمونات التعويضيه اللي ممكن تتاخد عشان تعوض المراه من ده ومن حته تقول لك انا لما اشيل الرحم هتخش في هشاشه عظام، وبعد الدراسات اكدت ان لا احنا ما شلناش المبيدين، وان كان بعض الناس اللي شالت الارحام لقينا برضو بشكل او باخر في شكل من اشكال هشاشه العظام. وبعض الدراسات اللي تؤكد ان من ضمن الحالات ان الناس اللي خلفوا قبل كده كتير الرحم نفسه حافظ على نفسه ان هو ما يجلوش اورام لفايه نتيجه التعرض للاستروجين والبروجسترون. الاستروجين والبروجسترون وكلما كانت عندها انجاب كلما الرحم حمى نفسه بنفسه. المالتي بارا اميون. واحيانا انت بتشوف ان واحده مخلفه مره واثنين وثلاثه وعندها اورام لفيه متعدده. لغز محير. واحيانا تاخد ابن لذينه تاخد اقراص منع الحمل، فتلاقي ان اقراص منع الحمل معروف انها بتحمل الرحم من اورام اللفيه، بس اللي اتاخدت للبنات الصغيره زي ما بيحصل بره في ال 13 و 16 سنه تلاقيهم عندهم استعداد للاورام اللي فيها عن غيرهم مبكرا. اللي خدوا مبكرا واللي خدوا راس منع الحمل واللي كانوا اكل فيه هرمون ده كمان. ليه بعض الناس اللي اكلاتهم الخارجيه والاستروجين العالي نتيجه الدهون اللي موجوده يطلع عندهم اورام اللي فيها كتيره؟ وليه الناس اللي بتاكل لحوم الحمراء برضه عندهم استعداد للاورام اللي فيها كتيره؟ والناس اللي بتاكل فيجيتابل خضروات وفاكهه، لان الفاكهه بتيجي تنضج الاستروجين فين؟ بيتحوش في الامعاء. تاكل تتفضي الاستروجين اللي موجود في الامعاء تلاقي عندهم استعداد يبقوا هيلثي اكتر ويبقى عرضات لبطانه الرحم المهاجره والاورام اللي فيها أقل. وليه كمان المدخنات هم اقل عرضه لبطانه الاورام اللي فيها؟ اقل عرضه لبطانه الاورام اللي فيها. مش معنى كده مدعاه يلا دعوه للتدخين. اتعملت دراسات ولقينا الناس اللي عندهم المدخنات هم بيحصل لهم بريماتور اوفيريان فيلير وبريماتور اوفيريان ديسفانكشن وبيقل الاستروجين موجود عندهم فبيحصل لهم كارثه ثانيه. فبيحصل لهم لا نترجمها التدخين بيؤدي الى نقصان الاستروجين او بمعنى اصح فقد لمخزون المبيض مبكر وفشل في المبيض. طيب. وعدم قدره على الانجاب وبالتالي مفيش هرمون انوثه. يبقى احنا لازم يبقى عندك وعي مطلق لكل تفاصيل الحياه والبيئه والهرمونات والكيمياء وتاثيرها المباشر في جسد المراه اللي انت بقيت مسؤول عن جزء من حياتها ومسؤول عن صحتها في جزء جايلك فيه بتعمل معاك عقد شراكه وانتوا قاعدين عشان تشوف الخطط المختلفه لاتخاذ القرار انك تعالج المريضه دي. هتعالجها بايه؟ بادويه؟ هتعالجها بايه؟ بجراحه؟
ايه نوع الجراحه، هتعالجها في حاجات تانية، المريضه دي تختار لها ليه العلاج ده، وتعمل مثلا يوترين ارتري امبولايزيشن، وتعمل سد شريانيه للدوره الدمويه اللي هنتعرض عليها النهارده ان شاء الله في حلقتنا. ليه وبعض الناس لا، وليه لما نعمل بعض الحالات اللي زي كده لو كانت بتدور على خلفه ما ينفعهاش؟ ليه ما ينفعهاش؟ اصل هرمون الاي ام اتش هيقل. هو ايه هرمون الام اتش اللي بيقول ان ده المخزون الاستراتيجي للتبويض؟ طب هيقل ليه مع السده الشريانيه للورم الليفي؟ لانه هو بيأثر على الدوره الدمويه للرحل المبيض، ولما يأثر بالدوره الدمويه للرحل المبيض فبالتاكيد مخزون المبيض بيحصل له نوع من الاضمحلال، وبالتالي تلاقي تلتهم بدا يحصل لهم مشكله، وتلتهم ممكن يحصل دوره تتوقف تماما نتيجه ان المبيض حصل له كانك عملته سكيميا، كانك قطعت الدوره الدمويه الموجوده، ذبحه صدريه. وهل في طرق تانية مختلفه؟ ذبحه مبيضيه بقى، اسكيميا للمبيض. خلينا وهل يبقى ده كان محتاج ان احنا يكون نعيد الطرح على الاورام اللي فيها، ونعيد الوعي والفهم لكل تفصيل كلمه اورام ليفيه، وان مختلفه. كانت في القاعده الفقهيه يقول ايه؟ القارين بالمقارن يقرنوا. لما تيجي تكون عاوز تقارن حد اسمه ايمن مع حد اسمه ايمن في نفس السن، في نفس الوظيفه، في نفس اللياقه البدنيه الجسديه النفسيه، وفي الاخر تشوف المخرج ما بينهم ايه عشان تقول ايه ايمن ده احسن من ايمن ده. ما تجيبش اتنين مختلفين، ما تجيبش حتى اتنين مرضى عندهم ورم ليفي صاب ميوكس زي ورم ليفي انتراميورال وتقول دي رجعت ودي ما رجعتش. ليه ورم ليفي داخل الرحم غير ورم ليفي خارج الرحم؟ ده حتى مستقبلات، اكتشفنا ان مستقبلات الاستروجين والبروجسترون موجوده على الورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم، بيبقى اكتر كتير جدا 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 من الورم الليفي اللي موجود في عضله الرحم والورم الليفي اللي موجود على سطح الرحم، لان المستقبلات هنا اكتر، عشان كده فرصه النزيف اكتر. ايه علاقه الاورام الليفيه بتاخر الانجاب؟ ده واحده عاوزه تخلف، ليه المرضى بيبقى هنا عندهم استعداد ان يتاخر الانجاب؟ هل ميكانيكال اوبستراكشن بالضغط على الانابيب يعني يتقفل الانبوبه نتيجه الضغط اللي موجود هنا في التجويف؟ ده واحد. دي الحته اللي احنا رايحينها دي مهمه قوي. ليه؟ طبعا لان الست تقول لك ايه، مش في اصل في بقى الست في الحاجات دي يبقوا دمهم خفيف قوي قوي، وانا بشوف ناس كتير بتتكلم معايا في الحاجات دي تقول لي طب انا عندي دلوقتي ورم ليفي، طب ما نجرب يعني ان هي تحاول تبقى حامل من خلال الحمل. طيب ماشي، ما ينفعش، ما هو ما ينفعش ليه؟ ده سؤال. تقول واحده ثانيه دمها خفيف، تقول لك هو مش في توأم بيتولد؟ طب اعتبر الورم الليفي ده توأم والتاني ده توأم. بيحصل على فكره اللي دمها خفيف دي اللي دمها خفيف دي بيحصل، وكتير جدا من الدكاتره على مستوى العالم عارفين ان مريضه بتبقى واخد القرار ليها انك تشيل الورم او الرحم جاي لك حامل في وجود الرحم اللي فيه ورم ويستمل الحمل، سواء كان الورم هنا بقى يعني ليس عندنا اي اندهاش ان احنا عارفين ان الورم اللي فيه الساب ميوكس وحتى لو كان صغير وكان ملي ولا قصدي سنتي او اكتر ياثر بشكل او باخر مباشر على فرصه وجود الحمل داخل الرحم نتيجه ميكانيكال اوبستراكشن، نتيجه ان هو بيقلل الدوله الدمويه اللي موجوده لبطانه الرحم وبالتالي الامبلانتيشن او غماز الاجنه يقل، نتيجه ان هو بيعوق الدوره الدمويه اللي موجوده رحل الجنين، نتيجه ان المشيمه ممكن تبقى موجوده فيه فالدوره الدمويه تقل فالبيبي يقل في حجمه، نتيجه ان هو بيعمل التهاب في موجود في بطانه الرحم وبالتالي يقلل فرصه الانغماس. ده موجود، ولكن عندنا حالات حملت والورم اللي في داخل بطانة الرحم، ما بنتكلمش على اللي عدى استثناء، بنتكلم على القواعد. بس حالات بتبقى بنتكلم على القواعد. عندنا ناس وعدوا بالورم اللي في اللي موجود انتراميورال وبقى موجود الرحم وتمدد وقدر يشيل البيبي، لكن احنا عندنا القواعد بتقول ان الورم اللي في الموجود في عضله الرحم طول ما هو 2 3 سم ما يعملوش حاجه، ملوش تاثير مباشر على تاخر الانجاب، لكن لو كبر وعدى ال 5 سم وبدا يحصل ان هو يغير شكل الرحم فبالتاكيد بقى ليه بشكل مباشر وشكل غير مباشر لتاثير بعض الكيماويات اللي ممكن تطلع وتاثر على اندوميتر ريسبتيفتي واستقبال الاجنه في بطانه الرحم، ما بقتش مضيافه نتيجه الكيميكالز اللي بتطلع كمان من الاورام اللي فيها. نقف عند الحته دي بس انا اقول حته قبل انا هسيبك تقولها بس الحته الاخيره دي احيانا عشان لا ننخدع ان احيانا يبقى موجود ورم ليفي سبسيرس واحنا كلنا عارفين سبسيرس بمعنى خارج جدار الرحم من بره على قشرته كده تحت القشره، احيانا نبص نقول ايه ده سبسيرس بالسونار او بالام ار اي ملوش تاثير. طبعا ملوش تاثير مباشر، بس خلي بالك
انه ملوش تاثير مباشر، لكن لو هو ممكن يكون منغمس زي ما هنشوف حالات النهارده موجود بالالتصاقات نتيجه ان اول حاجه حصل له التهاب والبيديكل بتاعه، ادي واحد. ان هو زي ما قلنا ان في حوالي اكتر من 25% من الناس اللي عندهم اورام ليفيه عندهم بطانه رحم مهاجره، وهنشوف النهارده حالات فيها الاثنين موجودين وهم مستقلين. خلي بالك الورم لما جه مع المرض مش مرتبطين ببعضهم عشان السورس واحد، ده الدراسات بتؤكد ان احيانا يبقوا مرتبطين ارتباط، والا لو كان كل الاورام اللي فيها يبقى عندها بطانه رحم مهاجره، يبقى كل التكيسات المبيدين عندهم اورام ليفيه. لا، هنا اندبندنت يعني مستقل بيكبر لوحده وفق منظومه خاصه ليه هو، والورم اللي فيه يطلع لوحده وفق منظومه خاصه علميه بيه هو. ده اللي هنناقشه النهارده وهنتكلم فيه. بس اشرح حته كده الدكتور سيد قالها عشان دي مهمه قوي. واضح ان الورم اللي فيه كمان فكره الحجم فيه مهمه جدا جدا. احنا قلنا انه لغايه 5 سنتي لغايه 2 3 سنتي ماشي، 5 سنتي فما فوق 5 سنتي انترميورال في عضله الرحم لابد من التدخل والتخلص فيه منه. لما يكون الشكوى بنتكلم عن انفيرتيليتي وتاخر الحمل، تاخر الحمل، لانه هنا بيأثر هذا الحجم على ما يسمى بضيافه الرحم. طبعا قدره الرحم على الضيافه، قدره الرحم على انه يستقبل جنين داخل هذا التجويف هتقل عندما يكون الحجم كبير. ليه؟ هل هو حرامي؟ يعني ورم ليفي حرام بيسرق الدم؟ هل الورم الليفي عنده قدره افراز مواد معينه تقدر تؤثر على بطنه الرحم، او بيحصل لوكال التهابيشن لوكال انفلاميشن لكن لوكال التهابيشن لوكال التهابيشن داخل جدار؟ لكن هنا بقى لما احنا كلنا في اجتماع مطلق على كل الاطباء على العالم ان الساب سيرس الورم الليفي اللي بقى تحت فوق سطح الرحم ملوش اي تاثير على الخصوبه باي شكل او باخر، ولكن بالوعي انه ممكن ده يكون لينا مدخل ان في هنا بطانه رحم مهاجره تاني لو كان في الام، زي ما هنشوف الحاله بتاعت النهارده نيولي مارد بقى لها 5 شهور متجوزه وعندها بس ورم ليفي. تخيل بالالم الرهيب في الجماع، لان وضع الورم لو كان الورم موجود في جوه في تجويف الرحم هيبقى الشكوى الاساسيه نزيف او تاخر انجاب، لو كان موجود في عنق الرحم الشكوى الاساسيه الم في الجماع. الشكوى الأساسية ألم في الجماع. لو كان موجود خلف الرحم الشكوى الأساسية برضو إمساك وألم في الجماع، لو كان موجود برضو أسفل الرحم هيكون برضو في ألام على الحالبين وألم في الكليتين نتيجة إن بيحصل هيدرو نيفروزس وهيدرو هيدريوريترز، يعني بيحصل خناقة المبيض خناقة اليوريترز والحالبين. لو كان بعد يحصل فيه هو نفسه سكيميا وألام وبدأ يحصل فيه تحورات وتغيرات فيحصل فيه ألم فيه هو، فيبقى ألم موجود سواء كانت قبل الحمل أو أثناء الحمل، يعني ممكن تحمل ويحصل حاجة اسمها ريد ديجنريشن وتآكل أحمر موجود داخل، ويمكن أحيانا والنوادر أن احنا نضطر نستأصل الورم أثناء الحمل نتيجة الألم الرهيب، ورغم أن الأول مسكنات مسكنات مسكنات. يبقى هنا هنزود الوعي، هنا بنشد الانتباه، هنا ما نتعاملش مع الاورام الليفيه بهزار ونتعامل معها بجديه. وكل ام عندها قبل كده مشكله في الاورام الليفيه سمعها نسبه النهارده والام بتقول لي واحنا شغالين ممكن يا دكتور يكون انا سبب لبنتي ان عندها ورم ليفي، ليه فاميلي هيستوري انا كان عندي 2.5% او 2.5 فولد سوري مرتين ونص مضاعف ان يحصل اورام ليفيه في اجساد البنات اللي امها كانت عندها اورام ليفيه قبل كده. هو ده مش مرض بينتقل يا جماعه، عشان ما حدش يقول ايه انا وراسة. مسؤول ده وراثه، ما حدش ام مش الام مسؤوله، مسؤوله مش هتخلفي لا وغير كده وانت كنت برضو جايه من جده عندها ورم ليفي. هنبدا الحلقه بالعمليه، العمليه في اخرها استئصال رحم بس استئصال رحم كمان عمليه فنيه، واحنا عندنا النهارده نتيجه هذا الاستئصال عندنا مجموعه كبيره من الاورام اللي فيه. انتوا هتشوفوا شكل الرحم هو بيطلع ساعه لما بيطلع من بطن الام، وهتتخيلوا كيف عاشت هذه المراه برحم وصل في حجمه الى انه ضغط على الجهاز الهضمي كله، وصل لغايه جزء عالي جدا من دخل ارتفع لفوق ورفع كل الجهاز الهضمي. هتشوفوا دلوقتي عشان الرؤيه خير من الف كلام، تعالوا نشوف مع بعض.
هنا بدايه العمليه. اتفضل يا فندم. مريضه عندها 47 سنه لم يسبق لها الانجاب، حملت مره واحده واجهضت، متجوزه بقى لها 15 سنه، عارفه ان عندها اورام ليفيه متعدده، خايفه تواجه المشكله زي كتير جدا من السيدات عندهم وتقال لها ان لازم تستأصل الاورام، ولكن لازم تمضي كونسنت ان تأصل الرحم، فده بيخليها في كل مره تتقاعس وتبعد انها ما تواجهش المصير، وبالتالي بدا الاورام تكبر وتتضخم. عملنا الام ار اي اول كشف، وبعدين عملنا السونار وعملنا الرنين، واكتشفنا ان في عده اورام ليفيه موجوده. لغايه هنا حاله تقليديه تماما، قررنا ان احنا هنستأصل الرحم. بدأنا فعلا في استئصال الرحم، الرحم كان فيه شويه التصاقات يعني حواليه، بدأنا بنعمل شكل تقليدي تماما للابراتوري. عملنا هنا استئصال رحم عن طريق فتح البطن، ما عملناش عن طريق المنظار نتيجة التضخم الرهيب جدا، وكمان هي فصيلة دمها نادرة وما كناش عايزين يبقى فيه فرصة أو عرضة للنزيف، لأن احنا ممكن نقدر نستأصل الرحم بمنتهى البساطة واليسر عن طريق المنظار، ولكن كان القرار هنا لما بنقول لما بيكون في تعدد الاورام اللي فيها واحجامها وكان فتح البطن من البدايه عشان ما نفقدش اي جزء من الدم، وخصوصا لما هنشوف ان احنا كمان الورم اللي فيه هو طالع لوحده، في فقدان للدم لوحده، ان بيبقى في الهيموجلوبين بيبدا يقل. يعني احنا لما نيجي نفحص نعمل يعني صوره دم ونفاجئ ان كان هيموجلوبيننا 11 وبعد العمليه هيموجلوبيننا بقى وصل 9، فقدنا 2 جرام بدون ان احنا اثناء العمليه فقدنا هذا الكم من الدم، كانك في 2 لتر دم في الدوره الدمويه لسه محبوسه داخل الرحم وداخل الاورام اللي فيها المتعدده دي. استأصلنا الرحم، كان عندها قناعه تامه بعد ما ادينا بعض الادويه انها تقلل حجم الرحم عشان يبقى في فرصه ان نصلح الانيميا اللي موجوده لمده 6 شهور. كنا احنا بنجهز يا جماعه هو الرحم دي بدأنا حتى دي جزء من الأورام اللي فيها اللي موجودة كانت موجودة في البرود ليجامنت، وبدأنا كمان اللي هو الرابط المستعرض للأورام. إلى الآن هي خطوات متكررة لكل الحالات اللي بيستأصل فيها الأرحام في جميع المستشفيات، عملية عادية. لغاية هذه اللحظة هي عملية عادية، وبعد كده لو نسرع شوية يعني هي يعني نسرع شوية لغايه لما نيجي نستأصل الرحم، نستأصل بقى خلاص في اخر لحظه حجمه كبير طبعا. وبعدين باين جدا انه واحنا بنستأصله لانه في كعبيب وكعب هنا بدا. خلينا بقى نرجع لكده شد انتباهنا كده ان احنا ده ورم طلع حجم وزنه كان 9 كيلو ونص، اقل من اورام طلعناها قبل كده بكتير. الاورام الرحم شكله في عده اورام ليفيه متكرره الى الان، برضو ليس هناك مدعاء وان ممكن كان يطلع الورم ده ونبعته على طول للتحليل الباثولوجي ونعرف ان ده ورم ليفيه. الرحم وزنه 9 كيلو ونص. 9 كيلو ونص بالعام. وشوف النزيف اللي حاصل. احنا اثناء كل العمليات نمشي دي سريعا جدا عشان نخش في الحدث. بنقفل بقى خلاص. بنقفل خلاص. بعد ما بنقفل كان طبعا في اديمه وارتشاح ونتيجه طبعا الورم اللي كان ضاغط. لما هنا نرجع مع بعض، لما هنا بنيجي نستأصل الرحم، لو بتشتغل شغل تقليدي انت استأصلت الرحم وعملت العمليه وهتشوف العمليه اللي بعديها ودمتم. لو بتستأصل رحم وراه منظومه علميه اخرى انك عاوز تعرف كمان بقى الرحم ده او رقم واحد، ليه التعدد الاورام اللي فيها الموجوده شكلها فين؟ وسن الست صغير. سن الست 47؟ لا مش سن صغير، هي شكلها صغير. يعني ليه؟ طب هل الاورام اللي فيها كلها حميديه؟ هل ممكن شكل منهم يكون حصل فيه كالسيفيكيشن او ديجنريشن وان اللي موجود؟ وليه عن غيره؟ وهل ليه الست دي واحنا بنشتغل ما كانش عندي اي توقع ان يطلع هذا الكم الرهيب من الاعداد اللي موجوده داخل رحم واحد؟ احنا تقليديين في كل عملياتنا، واحنا عرضناها مع الدكتور ايمن، عرضنا كتير جدا لازم نطلع من كل عمليه نشرح ما بعد العمليه بفتح، احيانا الورم يتحول الى كالسيوم ننشر بالمنشار، احيانا بطانه الرحم المهاجره تبقى موجوده في التغدد وتغدد رحمي نفتحه عشان نشوف، فنكتشف لانفسنا الماكروسكوبيك ديستكشن اللي بنشوفه قبل ما يبقى مايكروسكوبيك، قبل ما يوصل للبحث العلمي والهيستوباثولوجي، عشان في الاخر
هو ايه الدراسات اللي هنستفيد من ان احنا نشيل الرحم ونشرحه ونطلع منه الاورام المتعدده؟ هل يهمنا العدد ده؟ دي سطحيه الحوار. لكن لما يكون في عدد، دي سطحيه الحوار يعني ما يهمناش ما خالص، احنا يهمنا حاجات تانية. ولكن بس عايز أكد على ولكن لما يتوقفك ان عدد غير مسبوق، هنا في ايه؟ ليه الرحم هنا طلع العدد الرهيب ده؟ العيله دي فيها ايه؟ وليه اذا كنت اصلا في كل دوريات الطب لم تقرا ان في عدد زي ده قبل كده؟ مش المفروض نتوقف عند الحاله دي علميا ونبحثها، ولا تعدي مرور الكرام لما يكون عندك فاكت علمي حقيقه علميه، وانت اصلا من دورك انك بتبحث جاهدا انك تربط الاشياء ببعضها، الذكاء العلمي انك تربط الاشياء ببعضها عشان في الاخر خالص تطلع بتوصيات ليك والاخرين والمرضاك اللي جايين ياخدوا بالهم من ايه؟ هنفيد بعض المرضى الاخرين ازاي؟ ازاي اذا كان في نشر علمي للحاله اللي زي كده؟ ليه لان دايما في كل دوريات الطب وكل المؤتمرات العلميه لازم يطلع بتتكلم على ابستراكت جديد، علم مدخل جديد، على ورم ليفي هو اريد موجود، لقيت ان الورم الليفي بارازيتك والطفيلي موجود في حته مش متوقعه، او لقيت ولمريضه ما اتعملتلهاش عمليه قبل كده. في سؤال مهم عايز اساله، يعني لو انا عندي مثلا عدد من الاورام اللي فيا لقيته كتير في وسط الحلوين دول من الاورام اللي فيا، وانا بدور كده وببحث وببدا بقى افرقهم عن بعض وابدا ارصهم زي ما هنشوف دلوقتي، مش وانا بدور في الباثولوجي او في فحص الانسجه ممكن الاقي ورم خبيث؟ هو ده الهدف، مش ممكن ان احنا نلاقي، ممكن وممكن نعمل دلالات اورام برضو المعمل يطلع لي نتيجه. الاورام اللي فيا يعني كلمه محال انها تتحول الى اورام سرطانيه، لكن بعض الحالات تقول لك 0.2 ممكن يتحول ورم اللي في بعض الكتب كده، او ان ممكن يكون معاه، مش لازم يكون وده اللي كان الجدل العلمي اللي موجود لما كانت الاورام بتستأصل عن طريق المفرمه الكهربائيه، وبدا يحصل بعض انتشار الاورام معموله وفي امريكا وموجوده ومعمول لها كل التقنيه الاشعاع واشعاعات ومسح، وفي الاخر طلع حميد، وفي الاخر خلال اثناء المفرمه تطلع لا يميسر كما تبدا تنتشر موجوده، وبالتالي ده يعني المجتمع يحرك المجتمع العلمي بتسكنت عملها طلع نيجاتيف، ده في عالم الاورام وبدات تتحرك. عشان كده حتى لما تيجي تتعامل مع بطانه رحم مهاجره وكيس شوكليت باين انه شوكليت طبيعي تماما، لازم تطلعه في باج عشان في الاخر ممكن تلاقيه ان هو كانسر سيرفيس سيل كارسينوما، تلاقي انه بدا يحصل عنده في كانسر او معاه كانسر، خلايا سرطانيه تبقى موجوده. يبقى كمان انت بتتعامل بحذر، ما ينفعش نطلع وخلص العمليه. العمليه لسه ما خلصتش، العمليه لسه عمق، وهنشوف النهارده العمليه دي وغيرها ازاي بيبقى ليها عمق وعمق في الجذور ونتحول الى ايه. العمق هنا جاي من التخصصات المساعده او التخصصات اللي بتشكل المكمله تيم ورك. واحنا النهارده بنرسي حاجه مهمه جدا كمان لشباب الاطباء وللمجتمع الطبي اللي بيتفرج عليه. عمل الدكتور سيد خلاص استأصل الرحم 100 فول و14، ادي رحم استأصلناه، العمليه نجحت بالمقاييس الطبيه، يلا روح خدنا اتعبنا تمام مبروك يا ستي، انت بقيتي كويسه، مفيش انيميا، انت تمام التمام، باي باي، نشوفك كل فتره عشان نعمل لك اسسمنت لمستوى الاستروجين. ده لو طب تقليدي، ده طب تقليدي. لكن لو كنت عاوز تبقى سنتر اوف اكسلنسي، لو عاوز تبقى مركز من المتميز، ولو لازم يبقى ليك ثلاث حاجات: عملياتك، نشر العمليات، بحث علمي، ويكون في تريننج، في تدريب، عشان الطرايات ده المثلث ده يساوي انك لك هناك تواجد في عالم المتميزين، وفي عالم وفي دكاتره مسؤوله عن الهيستوباثولوجي او لسه بقى لسه، وفي دكاتره مسؤوله عن المناعه طبعاً. كل دول لازم يكونوا موجودين. لما بيحصل ده لازم يبقى في طرح علمي، لان الاورام اللي فيها ممكن تبقى موجوده، تخيل موجوده داخل الجسد، الاورام الالفيه المتعدده دي اللي موجوده مش كلهم طالعين عشان الريسبتورز واحده، مش كلهم طالعين عشان الجين واحد، بيبقى في داخل الجسد الواحد في ايرورز مختلفه تخلي ان ده كبر وده لا، وتخلي ده سيدلنج وده لا، ايه اللي يخلي في علاقه ما يعني او ورم ليفي فيه من اول مايكروسكوبيك حاجات غير مرئيه الى حاجات باسكت بول لدرجه ان تبقى قد كره السله في رحم واحد تبقى موجوده؟
تعال نكمل؟ تعال نكمل مع بعض ونروح لحتة مهمة قوي. دكتور سيد لما قلت له خلص العملية، طب خلاص نروح؟ لا، تعال نشوف. تعال نشوف. عندنا المريضة دي النهاردة 47 سنة، دخل على 48 سنة، ما خلفتش قبل كده، بتشتكي بنزيف رهيب، بتشتكي ان بطنها كبيرة، بتشتكي بألام مبرحة في كل حتة، حلمها انها تبقى أم مخليها خايفة تروح للدكاترة عشان ما تستأصلش الرحم، مش عاوزة تواجه المشكلة اللي عندها. عندنا عدة أورام ليفية متعددة، أوضاع من الأورام الليفية ما بين السبسيرس طبعا بكل الاورام اللي فيها دي، فعندنا كل الاوضاع. سب ميوكس موجود جوه في تجويف الرحم، انترا ميورال في عضله الرحم، سب سيروس على سطح الرحم من بره، موجود في السيرفايكال، موجود في البرود ليجمنت، موجود في عنق الرحم امامي وجانبي وخلفي، موجود في الرابط المستعرض للرحم، موجود في كل الاماكن اللي موجوده، احجام ما بين الكالسيفايد اللي هو اتكلس وبقى زي العظم، الفي ديجنريشن اللي بيحصل فيه تآكل، اللي فيه فايبروزس وتصلب بقى كله عباره عن فايبروس تيشو اكتر، اللي فيه تورشن كان لافف، اللي فيه اللي هنا عده الاورام اللي فيها. بالتاكيد غير معقول ان مريضه تستنى كل سنوات العمر دي لتصل كل هذه الاورام اللي فيها وفي الاخر خالص نقول ان احنا نحافظ على رحم. كان ضرب من الخيال والجنون ان احنا نحافظ على رحم، لان اكيد كل ورم ليفي من الاورام الليفية دي كله حواليه شبكات عنكبوتيه من الاوعيه الدمويه اللي بتغذيه، حجم الرحم تضخم الى انه وصل لغايه الزيف ستيرنم، وصل لغايه عظمه الصدر وتحت الحجاب الحاجز، ما بيخليهاش تعرف تاخد نفسها، تعرف تتحرك زي عاده الاورام الليفية لما تتضخم وتصل هذه المرحله. ممكن نكتشف الاورام وهي صغيره، كان ممكن نتخلص من عده الاورام حتى لو كانت الاورام الليفية من طبيعتها انها بترجع زي امراض كتيره جدا مزمنه بترجع. حتى لو رجعت كنا ممكن عملنا منظار مره ثانيه ومره ثالثه ونتخلص من الاورام وهي ما زالت صغيره، وكانت تبقى فرصه الحمل مؤكده او على الاقل تبقى عاليه جدا عن ان احنا نتعامل متاخرين قوي. الاورام زادت والسن كبر وبقى في انيميا والتحديات بقت اكبر اثناء قبل العمليه مع شكوة المريضه، اثناء العمليه مع فرصه نزيف ومفرصه تغيرات رهيبه جدا في الدوره الدمويه اثناء التخدير، وما بعد العمليه من فرص جلطات لا قدر الله، وما كل المشاكل اللي ممكن تؤدي الى تاخر. ونقول للمريضه الحمد لله على السلامه، واتمنى ليها الشفاء وكل المرضى امين. طبعا يعني هنا في كذا رساله للي عنده استقبال ريسبتيفتي للرسائل. الرسالة الأولى، كم الإجهال عند الدكتور سيد؟ يعني دي حاجة مش المفروض أقولها على الهواء، لكن واضحة جدا.
ما خلاص مع عمليه ومجهده وعمليه هيستريكتومي خدت وقت بتاعت وقت ومش عارف ايه، مش وقت كبير بس وقت برضه، ويوم قبلها عمليات خلاص نروح. واحد بقى مساعد يقعد يرتب الحكايه دي، لا نقعد نفكها نعملها كلها، نقعد وقت عشان نتاكد من كل الارام، وبعدين نتصل بقى بتوع الهيستولوباثولوجي بتوع الانسجه عشان يجوا يشتغلوا على الانسجه دي، يشوفوا موجودين هم موجودين يعني يجوا يعني من الاوضه التحت من الدور التحتاني يطلع. عايز اقول هنا بقى، هنا بقى قيمه، ما هو احنا هنا ده مش متشاف للمريض، المريض ما لوش دعوه بده، المريض دخل اتعمل له العمليه ودخل اوضه العمليات وخلاص، واهله معاه طبعا. مش شايفين ايه اللي حصل بعد كده خالص. ما هو ده الوعي بقى، ما هو ده الهدف دلوقتي. انا نموذج لاطباء كتير جدا في كل ربوع مصر وفي العالم، ده اللي بيتم اوتوماتيك، بيتم من غير ما المرضى تعرفه، سواء كان المريض، سواء كان المستشفى مجهز فيه مثلا الهيستوباثولوجي وفيه كل حاجه موجوده، او حتى هيبعتها بره، فاوريدي برضه هيجي له تقرير مفسر بيقول له كده. مصر فيها كم من النبغ والفهم الطبي العميق والجهد الطبي في ربوع مصر كلها، ولكن لان المساحه الزمنيه والمساحه الاستديوهيه لا تسمح، لكنا تجمعنا بالآلاف أمام الشاشات طبعاً. وكل من يرى في نفسه إن هو يستطيع أن يعبر ويكون له دور في تثقيف ونقل هذا، عليه أن يبادر بأن يكون له دور، وعليه أن يكون موجوداً لكي يعبر للأمة العربية إن مصر فيها هذه القدرة الطبية القوية وهذا الفهم والضمير العلمي المهم جداً. ده مهم على مستوى السياحة العلاجية، مهم جدا على مستوى إحساس الأمن القومي المصري والأمان الداخل الموجود في مصر، ده بيصدر كمان قد إيه الثقافة العلمية المبنية على الدليل في وجود بعض الأصوات وبعض الإخراجات للاستعانة بالجن والعفريت لمقاومة النزيف، للاستعانة مش عارف العلاج بالبول الإبل ومش عارف بإيه الحاجات دي. الطب ليس حكر لأحد، ولم أفكر ولم يفكر أحد أنه يحتكره أو يكون واصي عليه. وللأوصياء أيضا أرجوكم، الطب أرحب وأكبر وأوسع من أن يكون صوت واحد فقط أو صاحب ألم واحد فقط يستطيع أن يعبر عن قضايا الطبية أو مشاكلها، أو يكون الرؤية الواحدة فقط هي المنظور الأوحد للتعبير عن المصاعب اللي بيواجهها أبناء وطننا.